الأهلي يفوز على فاركو 2-1 ويحتفظ بصدارة الدوري منفردا. ده اللي أقدر أقوله. يعني النهاردة كنا حرام ماتش زي ده نخسر الثلاث نقاط صراحة. يعني ماتش كان في إيدينا من البداية، فرطنا فيه، ماتش صعب علينا الشوط الثاني، ولكن الحمد لله رب العالمين النتيجة الإيجابية إن إحنا خدنا الثلاث نقاط. كابتن شريف ألف مبروك، ثلاث نقاط مباراة اليوم. مبروك ثلاث نقاط، ولكن عندك أداء أحسن من كده، عندك أداء أسهل من كده إنك أنت تحتفظ بالثلاث نقاط بدون مشاكل، إنك أنت بتوصل للدقيقة 96. عندك لاعبين لازم تبتدي بيهم المباراة يا كابتن أيمن، واضح جدا عندك أسلوب تاني وطريقة لعب. عندك نمرة 9 كتير قوي، لازم تصر إنك أنت يبقى عندك قلب هجوم يخلص لك جميع زي ما قلنا الهجمات اللي بتجي لك. قلنا قبل المباراة 9 بيلعبوا يا كابتن، ها، عشان يخدموا على رقم 9. رقم 9 ده لازم يبقى بالفطرة هو سترايكر أصلا، ضيع واحدة يجيب التانية، ضيع التالتة يجيب الرابعة، ضيع واحدة، لازم تحسسني بإحساس هجومي للناس، حتى نص الملعب اللي جايين، للناس اللي هم شايفين الملعب لقدام. مش على طول أنت هتبتكر دخول احمد عبد القادر في العمق وكريم فؤاد الناحيه الثانيه وقفشه يعمل حاله تبادليه بينه وبين سافيو. انت بعيد، انت مش محتاج كل ده، انت محتاج تلعب عادي جدا، اللعب العادي، الاسلوب بتاعك بتاع الاهلي 4-2-3-1 اللي بتلعبه، الاستحواذ والاجناب والعرضيات، وعندك واحد بيتحرك يمين وشمال. عايزين نبث الثقه طيب في نمره 9، ها، المره الجايه هشوف نمره 9 ثالث او خامس او سادس ولا حصير. الحمد لله شريف قدر، لا مش دعوه ان شريف يجيب جول ماليش دعوه اعتقد، يعني لا لا ما نازل حسام حسن جنبه ونازل حسين الشحات. ما اقول لك المره الجايه بقى انا شايف ان السكواد بتاع حسين الشحات ومحمد شريف وحمدي فتحي كويس وديانج هبتدي اجيب بقى القوه الضربه بتاعتي. انا اقول لا لازم العب بيه، انا لازم العب بدول. انت مش هتكلم على لعيب واحد، طيب ما هو الوضع الطبيعي، مش هتكلم على تغييره، لا ما انا عارف طبعا. انا النهارده بتغير خمسه عشان صح. ترجع للمباراه تاني. قصدي ان مثلا محمد شريف نجح النهارده انه يجيب جول، أنا قصدي فالوضع الطبيعي حاجه ثانيه، قصدي انا ابتدي كده دايما. ايوه انا بتكلم على كده كابتن، احنا هنبتدي كده. ايه اللي يخليني اخر نفسي كل ده؟ ايه اللي يخليني احمل ضغوطات على اللعيبه كلها ان ما عنديش سترايكر؟ ليه انا بعمل في نفسي كده؟ وانت النهارده اول شوط هايلين، سيبك من الجون اللي دخل فينا، هايلين الحقيقه، روح وجري ودخول ال 18 بس خلاص بقى. انت بتلعب بره كمان ارضك وسفر وكلام، ما الناس مش، والارض تقيله بتاعت الملعب، ففي حاجات كتير قوي احنا كلاعبي الكوره فاهمينها، الناس مش هتاخد بالها منها غير انك انت النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي، اسم النادي الاهلي بيتعوض زي ما احنا بنروح. بس لا، بس في حاجات مسهله لنا الحياه كتير قوي، مش عشان احنا كسبنا النهارده، احنا قاعدين لاخر ثانيه، حرام يروح مننا بنتين. صح. بس انت الشوط الثاني برضو، ها، لا الفرقه الثانيه كانت معاك وكانت ممكن تجيب بيك الجول وتطلع خسران عادي جدا مباراه زي دي. انك انت لازم الفتره الجايه بقى مستر كولر لازم يفهم اللعيبه دي كواليتي ايه، لازم يشوف الكواليتي بتاع اللعيبه اللي اسمعش حد بقى، ويجي له يمين يجي له شمال، نلعب بالعادي بشكل العادي. الراجل السنتر فيرود بتاعك مش موفق، عندك واحد تاني قاعد، مش على طول يا ايمن هرجع استعين باتنين فراوده عشان طب ما تلعب باتنين فراوده. قالك انا لعبت باتنين فراوده. مستر كولر لسه بيستكشف. طبعا بالشكل اللي انا شايفه ده بسافيو، لا احنا معترضين كلنا قبل المباراه، معترضين كلنا قبل المباراه ان سافيو مش موجود. لا انت معترض على مكانه، على مكانه بس، انت مش معترض على الشخص. طيب انت معترض على توظيفه في المكان ده. سجل اعتراضي بقى، انا بقول لك بديل بعد ما اكسب 2-0. ايه؟ بعد ما اجيب جولين ابتدي اشرك سافيو. كويس؟ هي الحكايه مش حكايه، انا الحكايه دلوقتي انا عايز افضل ليدنج وماشي، بعمل حاله احباط للمنافس اللي ورايا، ما يفضلش انا بقى بيجي لي هدايا وانا زي كل سنه هضيعها. انت عندك الامكانيه ان ما يروحش من الهدايا، انت بتقدر في كل ربع ساعه يا كابتن ايمن تخلص اي مباراه باللعيبه اللي عندك دي، بالحميه بتاعتك، بالروح على اي فرقه. ما هو انت كمان لما بتجيب لعيبه تلعب في النادي في الدوري يقول لك ايه؟ اللعيبه دي يا دوبك على قد الدوري المصري،
ايه يعني ده هيجيب ده وده، انت عندك من الفرديات وعندك من الامكانيات في كل الكواليتي لعيب عندك يقدر يكسبك ماتش. فبالتالي انت لو ابتديت بدايه جيده مش محتاج بقى اي حاجه، هدف في التاني وخلصنا، والفرق بتنزل مسلمه لاسمك وامكانياتك وسرعاتك وتحركاتك. النهارده الشوط التاني ما حدش بيتحرك في الملعب، كله بيتمشى عايز محمد شريف حتى لما نزل يكون راجل يلعب له كره قدام اللي لسه نازل، ها بيقول له انا عايزها على رجلي هنا، ما فيش حاجه اسمها على رجلي، في حاجه ان انا بكتف نفسي واستلم الكره سليم والف وادور واعمل 1 2 وابقى في كل ثانيه بفكر في المرمى. في كل ساعه احنا كنا بنبقى واقفين بظهرنا وبنبص نشوف الجون واقف ازاي، او اي لعيب في العالم بيبص كده، او الدنيا كلها عندها هدف واحد احراز هدف، مش ان انا امسك الكره اديها سليم. ايه العام في حاجات بتحصل برضو احنا عايزين نعرف، يمكن في المؤتمر الصحفي ايلي جيانج خرج كويس، ده انا بلاقي فرقه بتهجم عليا بواحد في الكاونتر اتاك كل 10 دقائق، ده ملعب بثلاثه ورا انا وازود اي عدد هجومي بالنسبه لي، العب عايز تنزل اكرم نزل اكرم وطلع محمد هاني كمان قدامه ونكرم من وراه اي حاجه تطلع هاني تنزل فيرود مش انزل اكرم، فهمتني؟ عايز ازود الناحيه اليمين في مليون حكايه ومليون لعيب. احنا ما نعرفش طبعا هنعرف بقى في المؤتمر بسبب ايه، انما ممكن يكون مثلا هاني اشتكى من حاجه. انت فاهمني والكباتن فاهمني والناس كلها فاهمه انا عايز اقول ايه، احنا عندنا لعيبه موجوده في الملعب ده دلوقتي خلاص، اللي كان متعور رجع والماتش الجاي باذن الله لازم ابقى عندي السكواد بتاعي الجامد الكواليتي بتاعي الاي كلاس بتاعي ابتدي بيه والعب بيه مع احترام لاي حد تاني، اللي قادر هو اللي يبقى في الملعب بس. صحيح ما ينفعش النهارده لاخر ثانيه انت ما ضيعتش حاجه شوط، انت ضيعت حاجه شوط الشوط الاولاني مضيع ست انت ضيعت حاجه شوط ثاني واحده ولا حاجه كوره باينه وكوره محاولات كورنر يعني في الكره اللي بالهيد الوحيده دي اللي الجول طلعها 10 10 وجت في العارضه هي دي شالها هي فهمتني؟ يعني غير كده ما فيش عندك ليه؟ لانك انت اللي عامل في نفسك كده مش في حاجه ثانيه، احنا بصراحه اللي عاملين في نفسنا كده عندنا امكانيات كتيره بس ما بنديش الوقت كمان، ده احنا بنلعب ضد الوقت يعني حتى التغييرات بتاعتك متاخره قوي. فجود لك ومبروك النهارده وباذن الله الدنيا اللي جايه يكون بقى مستر كولر شاف الحياه بقى وشاف الدنيا عامله ازاي، شاف حسين الشحات حمدي فتحي ديانج الناس دي لازم تبقى موجوده على طول لان دي بتعملك حائط سد دفاعين وهجومين. ايوه وجود لك. طب قبل ما نروح للكابتن علاء في ثواني كده، الجول اللي جه بتاع كريم فؤاد اوف سايد ولا جول صحيح؟ والله يعني هو على خط واحد وفي كعب الراجل الديفندر بس جسم كريم فؤاد مدي يعني مدي شكل اوف سايد مش عارف انا شاكك انا بالنسبه لي الكابتن ناصر لما لما يجي بالنسبه لي انا يعني اعتقد اوف سايد. كابتن علاء مبروك برغم هو فوز صعب جدا بالرغم من الفوارق الفنيه الكبيره بين الفرقتين. ليه الفوز الصعب؟ ليه الفوز الصعب اولا؟ هو فوز صعب وفوز سيء. يعني انت ثلاث نقاط وتسكت في اسوأ شوط تاني شفته للنادي الاهلي من سنين. مش الموسم ده، من سنين. شوط سيء، وعلى فكره الشوط التاني دايما عندنا مشكله بتحصل ادائك بيهبط بطريقه مش طبيعيه. ليه؟ دفاعيا كميه جارك بتقل، بتدي مساحه للفرق المنافسه مش طبيعي. واكتر مباراه ارجع كده من هنا في الاستوديو ده، ارجع كده دايما كل كلامنا كان كابتن شريف واسامه وعادل حتى بلال لما كنا موجودين دايما بنعلق الشوط الثاني ايه اللي بيحصل. النهارده نفس الكلام، انا بقول لك مبروك ثلاث نقاط في أسوأ شوط ثاني لعبوا النادي الاهلي مع فريق تعبان. معلش مع احترامي الكامل لفاركو، فاركو فريق بين قوسين فريق تعبان جدا جدا فوق ما تتخيل. وبعدين في لعيبه في فاركو، هي اللعيبه دي ازاي بتلعب كوره؟ ازاي تدفع فيها فلوس؟ يعني وعايزين الكوره في مصر تتطور، بعدين نتكلم في الموضوع ده. فشوط تاني عليها عيوب استفهام كتير قوي يا امي. الشوط الاول احنا رغم ان احنا متضايقين عشان واحد واحد بس، انا بتكلم انا وانت، انت عديت لي خمس انفرادات مش فرص، لا خمس انفرادات يعني اهداف بس اتكلمنا كلنا، مفيش راجل يخلص وكده وعادل يتكلم وكده. الطبيعي الشوط الثاني تنزل الانفرادات والسيطره بتاع الشوط الاول ده تديك اريحيه، الشوط الثاني تبدا ضاغط اكتر لان طبيعي وبديهي في كره القدم
اي فريق مش هيسيب لك المساحات اللي كانت في الشوط الاول. الكلام ده حضرتك لو كنت طلعت الشوط الاول 2 او 3 0 كان هتلاقي الشوط الثاني سهل، لكن الاخطاء اللي كانت موجوده في الشوط الاول وكميه الجري اللي كانت بيعملها فاركو اتحسنت شويه، فطبيعي بقت الامور صعبه عليك الى جانب ان انت ساعدت فاركو بادائك السيء، كور طويله ملهاش لازمه، حركه بطيئه جدا، حركه من غير كوره، باصات مقطوعه، تمريرات كلها مقطوعه بلا مبرر. طب ما كل ده هيكسبك ازاي؟ لا في كمان يعني انا لقيت بعض قرارات خاطئه من بعض اللعيبه المفروض ان هم كبار يعني، ما هي ده بقول لك من غير اي ضغط، ما هي بقول لك يعني انا بقول لك ايمن تمريرات خطا غير مبرره. احنا لسه يعني ما وصلناش لمرحله الاجهاد اعتقد. ما فيش حاجه يعني اسمها اجهاد. اجهاد ايه؟ هنهزر؟ احنا لسه بدايه الموسم، ولا اجهاد ولا تدوير ولا كلام ده، الكلام ده في كره القدم مش موجود دلوقتي. بعدين انما الوقت انت بدايه موسم، كل مدير فني كل شغله الشاغل دلوقتي ازاي احط ايدي على ال 11 لعيب الاساسيين رقم واحد، وبعدين ابدا ابدل فيهم لو انا عايز او بكون مستريح في النتيجه، ان انا ابدل ايه واعمل ايه؟ ده كابتن شريف بيقول لك لسه كولر ما عرفش اللعيب. طب يبقى عندوش بقى حته التبديل دي، انا ببدل على اي اساس؟ ما ينفعش. انا بتكلم على لازم حل، او لازم حد يطلع يكلمنا لو احنا ما عندناش فكره عن الكوره، ايه اللي بيحصل الشوط الثاني في النادي الاهلي؟ ايه اللي بيحصل؟ ايه ده؟ هي انت كل مره ربنا هيكلمك عشان الناس اللي بتتفرج ويدعوا في الدقيقه 96؟ هو يعني كل مره يحصل كده؟ كل مره تلاقي فريق زي ده؟ يعني فريق فاركو ده لو فريق يعني بيعرفوا عندهم شويه كوره شويه كان ممكن يكسبك الشوط الثاني سهل على فكره، انما ما عندهمش حتى الامكانيات ولا بدنيا ولا حتى عندهم ثقه في نفسهم يهاجموك، فخلاص الامور ماشيه عادي، وانت من الأسوأ للأسوأ للأسوأ. ما ينفعش ما ينفعش، احنا الكلام ده بنقوله خلاص 3 نقاط الحمد لله انت اول الدوري، بس حضرتك بالاداء ده اللي بقاله اكتر من ثالث ماتش اهو، ثالث ماتش بالشكل ده، طب هنطلع هطلع اتكلم اقول ايه؟ ما لازم اتكلم اللي انا شفته في الملعب النهارده يا ايمن، ما ينفعش اتكلم حاجه ثانيه، ما هو في واحد في مشاهدين بيتفرجوا، يا اما اتكلم الكلام اللي هم شافوه النهارده معايا، يا اما اتكلم كلام ثاني هبقى انا راجل ولا بفهم كوره ولا لعبت كوره، وممكن خلاص ما او حاجه ثالثه بقى انت اطلع اتكلم اي كلام. فالطبيعي النهارده نتكلم ان 3 نقاط وخلاص، لكن ايه الشوط الثاني والاداء ده؟ ايه التاخر الفظيع في التغييرات ده؟ ده عادل بيقول لي هيغير محمد شريف في الشوط الثاني، قلت له مش هيحصل. خلاص كولر من نوعيه المدربين اللي ما بيغيرش من الشوطين، خلاص جماهير الاهلي كلها عارفه كده. ايه الحاله الاضطراريه؟ التغييرات كلها النهارده بتبدا من الدقيقه 76 وانت متعادل 1-1. ده برضه ما ينفعش يعني لازم بص الملعب ماشي ازاي، بص فاركو ده بيعمل ايه، وشوف انت عايز ايه من المباراه، انما الاداء ده اللي سايبه كده على حسب الظروف مش في كره القدم. معلش الحمد لله اللي حصل وكسبنا، لكن لا لازم حاجات كتير قوي تحصل في النادي الاهلي على اساس تبقى انت معود الناس على مكسب وعلى اداء كويس، اداء مطمئن. حتى الناس قاعده قلقانه، الناس النهارده قاعده اخر المباراه ايمن، الناس قلقانه يجي في الجول تاني وكان هيحصل. فيعني 3 نقاط مبروك، لكن الحمد لله في كلام كتير قوي لازم يتقال يعني. طيب فاصل نرجع نكمل كلامنا مع نجومنا الكبار، انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن اسامه، 3 نقاط مهمه وفوز غالي في توقيت صعب. طبعا توقيت الفوز صعب، ودي من سماتنا يعني ان احنا بنكسب في الثواني الاخيره في مواقف كتيره جدا. فالهدف جيف يعني في اللحظه الاخيره تقريبا، الحكم كان هيصفر بعد الكره دي، في محاولات وفي اصرار، لكن لابد من استغلال الفرص اللي بتيجي، والماتش بيبقى سهل يعني. الشوط الاولاني الامور كانت سهله قوي، رحنا باكتر من فرصه لاكتر من لاعب، لعبد القادر وبرونو سافيو وكريم فؤاد، لكن ما كناش بنخلص. نفس الحال في الماتش اللي فات اللي هو مع فيوتشر، الامور كانت متسهله ليك جدا، ضيعت اجوان بغرابه شديده في الوقت اللي الفرقه الثانيه بتبقى حاسه انك انت قريب من الجون، وان انت جايب مثلا جون زي ما النهارده وممكن تجيب التاني، انت ما بتستثمرش الفرص دي، فالامور بتصعب عليك شويه في الشوط الثاني، وده حصل في مباراه فيوتشر، وحصل النهارده انه الفرقه فرقه فاركو لما احرزت الهدف
بعد كانوا كابتن اسامه استاذنك بس نروح نشوف المؤتمر الصحفي ونشوف مستر كولر قال ايه بعد المباراه ونرجع لحضراتكم مره اخرى. sehr gut angefangen haben auch in der ersten Halbzeit viele Möglichkeiten gehabt, sind dann sicher auch verdient in Führung gegangen. كان الماتش كويس جدا ضغطنا كويس ضيعنا اهداف كتير كان لينا خطوره على الجون واتفقنا بان احنا اتقدمنا في المباراه. Was unser Problem war, dass wir zu wenig Tore geschossen haben, dass wir eigentlich höher hätten führen können. مشكلتنا في الشوط الاولاني كانت ان احنا ضيعنا جوان كتير جدا ان احنا كان المفروض نتقدم بسكور في الشوط الاول. Und dann haben wir eine Aktion vom Gegner und wir kriegen gleich das Tor. Also die haben, glaube ich, im ganzen Spiel zweimal auf das Tor geschossen bei uns. وللاسف من اول فرصه بيروحوا بيها على الجون اللي بيضيع للاسف القاعده معروفه اللي بيضيع بيستقبل واول فرصه هم راحوا بيها على الجون جابوا بيها جون على طول هم متهيألي في الماتش كله ما راحوش على الجون غير في كورتين يعني ما شاطوش على الجون غير مرتين بس. Und wir haben dann natürlich versucht, nach dem Ausgleich zweite Halbzeit weiter Druck zu entwickeln, mussten aber auch natürlich immer wieder auf Konter aufpassen. في الشوط الثاني بدأنا إن احنا نحاول نكمل الضغط بتاعنا، نحاول نخلق فرص مع بعض الحذر من الهجمات المرتدة. Und das Gute war, dass die Mannschaft eigentlich immer daran geglaubt hat, dass wir noch eine Entscheidung herbei. أجمل شيء كان إن الفريق كان لغاية آخر ثانية في المباراة مصدق ومؤمن تماما إنه يقدر يسجل وإنه يقدر يكسب الماتش. Und das war dann auch noch mit den Einwechslungen und ich glaube der Sieg ist sicher verdient. وبعدين عملنا تغييرات ساعدتنا كتير وأعتقد إن إحنا كسبنا فوز مستحق جدا. Und ich sag meine Mannschaft auch immer, es ist egal, ob du die Tore in der ersten Minute schießt oder in der 96. Hauptsache du schießt sie. ودايما انا بقول لفرقتي مش مهم انت بتجيب الجون امتى بتجيبه في الثانيه الاولى او بتجيبه في الدقيقه 96 مش مهم المهم ان انت بتجيب تكسب وبتجيب الجون لغايه اخر دقيقه. Aber grundsätzlich kann man es natürlich ruhiger haben, das ist auch für die Trainerbank, wenn man das Spiel frühzeitiger entscheiden will. لكن اكيد بالتاكيد بتبقى افضل وبالذات للجهاز الفني اللي قاعد بره على اعصابه افضل ان احنا نخلص المباراه من بدري عن ان احنا نفضل على اعصابنا لغايه اخر دقيقه. ببارك طبعا لمستر كولر صعب لانه مستحق انا يستحق الفوز عايز اعرف بس مستر كولر ايه كانت الفكره من وجود سافي كمهاجم على الرغم من وجود حسام حسن لما شفناه في الشوط الثاني هو ومحمد شريف وهم ما عندهمش نفس يعني مش محتاج يعني مش بوزيشن زي ميتلشتورمر جسبيل بس الايديه dahinter obwohl dann an der Bank Sam und Sherif bereit waren und man hat gesehen, die haben nicht viele Spiele letzter Zeit gehabt, dass sie zum Beispiel mit der Rotation bleiben müssen. Ja, ja, halt einfach auch, er hat früher auch Stürmer gespielt und ich habe eigentlich gedacht, mit Afshar zusammen, das ist eine gute Kombination. Darum habe ich ihn von Anfang an da vorne gebracht. Bruno لعب قبل ما يجي النادي الاهلي لعب فتره طويله كمهاجم فكنت حابب ان انا اشوف التركيبه بتاعته هو وقفشه مع بعض في الملعب ان الدويتو ده ممكن يعمل كوره كويسه فكنت عايز اجرب ده. شريف بقى وحسام. Ja, die sind beide reingekommen. Also Hossein, der hat noch nicht so viel gespielt. Er musste meistens eigentlich auf der Außenbahn spielen und ja, hat gezeigt, dass er ist natürlich auch das, was mir die Spieler im Training anbieten, was ich sehe, was ich dann beurteilen muss und das war jetzt in der letzten Zeit war das gut und darum hat er von Anfang an gespielt. Also ist er reingekommen. بالنسبه لحسام هو كان في الفتره الاخيره ما بياخدش دقائق كتير وبعدين جربته فتره ان هو يلعب جناح وبعدين انا دايما بتكلم مع اللعيبه ان هي التمرين هو نمره واحد بالنسبه لي اللي بيديني في التمرين وبيأدي 100% في التمرين هو اللي بيستحق الفرصه هو اللي بينزل وبيلعب وهو بذل جهد في تمرين الفتره اللي فاتت واستحق انه ياخد فرصه النهارده وهو شريف نزلوا ومتهيألي ان هما الاثنين عملوا مردود كويس جدا وهما اللي قلبوا نتيجه الماتش في الاخر. Der Sieg dann kam zu spät, aber der kam dann in einer Minute, dann die mehr Freude dann für die Fans.
nächstes Spiel dann wird gegen Simoja auch ein schwieriges Spiel sein. Ist das Rotieren? Ist das Rotieren kommt, wird immer weiter so mit dir bleiben? Und wann sehen wir Schrieff als Hauptmittelstürmer, der eines Tages dann Torschützenkönig war in der Meisterschaft? Mhm. Wann sehen wir ihn dann wieder als Mittelstürmer oder als Stammspieler? Ja. Ja, also wenn wir natürlich immer wieder mal rotieren, ne? Wir haben ja viele Spiele, das ist jetzt Dezember, Januar, Februar, März, also das sind alle 3, 4, 5 Tage sind Spiele. Also das ist wichtig, dass wir natürlich alle bei Laune halten, dass wir schauen, dass wir, dass jeder Spielrhythmus hat. Und Sheriff hatte auch im Zentrum gespielt, hat auch Tore gemacht und ich habe aber auch, wir haben ja auch nicht so viele Linksfüßer und er hat auch schon auf der Position gespielt und ich denke, dass er das auch sehr gut lösen kann. Wir haben gedacht, dass es nicht normal ist. Wir haben im Dezember, Januar, Februar und März تقريبا بريتم كل 3 ايام ماتش تقريبا مش هيبطل عن كده ممكن في بعض الوقت هيبقى 4 لكن الاغلب هيبقى 3 ايام ده ريتم ما ينفعش ان انا العب فيه او احرق فيه عدد قليل من اللعيبه لازم كل اللعيبه عايزه تبقى جاهزه كل اللعيبه عايزه تبقى عندها ريتم الماتشات بحيث ان انا كل لعيب يبقى جاهز 100% واقدر ان انا العب باي تشكيل كله يبقى جاهز كله يبقى مستعد ما يبقاش فيه اي فروق بين اللعيبه وبعضها شريف لعيب كبير ولعيب كويس جدا شريف لعب قبل كده جناح دي مش اول مره مش حاجه انا اللي اخترعتها انا عارف ان شريف بيلعبها قبل كده وانا ما عندناش للاسف لعيبه كتير في الاجناح بتلعب رجليها الشمال لكن شريف عنده ميزه انه بيقدر يلعب برجليه الاثنين وبيعملها كويس جربت شريف لعب فتره راس حربه النهارده في وسط الماتش برده انتقل لراس الحربه وقدر يجيب جون شريف هداف كبير ويقدر يبقى حل بالنسبه لي سواء جناح او مهاجم شكرا طيب كابتن اسامه نكمل كلام وبعدين نخش على اللي قاله مستر كولر في سؤال ولا بصفه عامه في لا لا بتكلم على المكسب فالفوز المكسب صعب يعني الفوز جه في توقيت صعب غالي بس هي المشكله انك انت دايما الفرص بتحقق لك كتير والشوط الاولاني تحديدا حتى في ماتش قلت لك فيوتشر فبتضيع الفرص السهله طبيعه الحال الفرقه الثانيه اللي هي مش واقفه على رجليها ومتلخبطه لما بتعادلوا بيزيدوا حماس بينظموا صفوفهم اكتر فالشوط التاني بقى اصعب وبقى متطلب جهد اكتر فالامور الفرص ما بقتش متاحه زي الشوط الاولاني الفرص بقت اقل يمكن فرصتين ثلاثه بتحاول مستر كولر عمل تغييرات 5 تغييرات ولكن شويه يمكن هي النقطه بس اللي بنتكلم فيها في التغييرات ان من وجهه نظرنا متاخره شويه يعني اول تغيير في الدقيقه 76 حسام حسن وحسين الشحات وشريف مكان كريم فؤاد وديانج واحمد عبد القادر وكنا محتاجين جدا ان شريف وحسام حسن ينزلوا او على الاقل شريف لان احنا قلنا ان لما بيلعب راس حربه اساسي بس لازم يستمر شويه يعني مش انه معنى ان شريف لعب ماتش وما وفقش فيه انه ما يكملش او شادي لعب ماتش وما وفقش ما يكملش والدليل على كده هو الحمد لله ربنا كرم شريف في الكره الاخيره بعد ما سافيو رجع الكوره شريف خطفها في لحظه قاتله فان شاء الله الهدف ده يديله ثقه ويديله يعني انا بحس ان شريف اتكلمت عن الشوط الاول كابتن اسامه كانت السيطره للنادي الاهلي بنسبه كبيره جدا جدا وتمكنا ان احنا نجيب جول بدري كان في تقل في الحركه كبير للاعيبه فيوتشر كنت بتوصل بسهوله جدا فاركو ادي واحده مجدي قفشه تسديده حلوه جدا بجوار القائم كان في بطء كبير جدا بين ثلاثي قلب الدفاع اللي هم رامي وعبد الله بكري واحمد مودي ادي واحده برده لكريم فؤاد وبعديها لعبد القادر كل دي كانت فرص سهله ومحققه في الوقت اللي هم مش لامين نفسهم زي ما بنقول في كره يعني مش متمركزين مظبوط حركتهم بطيئه احنا كنا انشط دي برده طبعا كره الهدف اتعملت حلوه قوي احمد عملها كويس قوي طبعا علي معلول لعبها له كويس قوي ممكن ترجعها لنا تاني يا سمير بعد اذنك علي معلول نرجع تاني
علي معلول بس. طبعا قرار 10 على 10، الثلاثي مودي ورامي صبري وعبد الله بكري واقفين على خط واحد، قدر احمد عبد القادر يسرق، بس هو معلول برضو عشان كده قيمه معلول يعني التوقيت، التوقيت وبيحطها في المكان السليم بالزبط. المكان السليم بالزبط. بص بقى الثلاثه المدافعين واقفين متباطئين ازاي، يعني احمد عبد القادر ضربهم هم الثلاثه، الطبيعي لما تلعب على خط واحد كده يبقى ثق، يعني الجون الثاني هيخلي الفرقه الثانيه تستسلم، هتحس ان انت كسبان كسبان مركز فخلاص لكن دخوله في المباراه بالهدف ابتدى يعيد تنظيم صفوفه، الشوط الثاني ابتدى ياخد ثقه في نفسه، انت بقيت مستعجل وعايز تخلص زي ما قلت لك حصل وانت بتهاجم يجي فيك جون، بس هي الفكره مش في كل ماتش، يعني لازم نبقى مركزين انك لو حتى ما عرفتش تجيب هدف ثاني لازم تبقى مصحصح وواقف على رجلك جامد، انك ما مش بسهوله تستقبل شباكك هدف، فده حصل دلوقتي في ماتشين ورا بعض اللي هم فيوتشر وماتش النهارده، لكن النهارده الحمد لله قدرت تكسب في الدقيقه الاخيره لانك انت كنت احق بالمباراه من اولها، وتقريبا فرص فاركو طوال المباراه يمكن فرصه او فرصتين او ثلاث فرص في طوال ال 90 دقيقه. صحيح. فمبروك الثلاث نقط، والبعض الاخطاء اللي بنقع فيها لازم نركز فيها اكتر، بس الحمد لله ان احنا اعتلينا صداره الجدول، يعني احنا حافظنا عليه، يعني احنا حافظنا الصداره من يعني باذن الله. حافظنا على كابتن عادل مبروك، يحسب لعيبه النادي الاهلي اصرارهم حتى الثانيه الاخيره بتحقيق الفوز الذي تحقق بالفعل. عامه دايما بنقول الدوري العام دايما لما تيجي انت تتكلم عليه وتكسبه او تخسره ما بتعدتش المباريات اللي لعبتها وحش، او ما بتعدتش المباريات اللي انت فيها ما كنتش كويس، انت بتعدد المكاسب اللي انت كسبتها، كام عدد النقاط اللي انت خدتها طول السنه، تمام؟ اجمل حاجه في اي فرقه حتى لو هي مش موفقه فنيا فتكسب الثلاث نقاط، فدي قوه الفريق الحقيقيه. أيوة. تمام؟ النادي ممكن الأهل. تجيب لي الكره دي تاني بعد اذنك يا سمير؟ ايوه مش عارف دي هيحسمها الكابتن ناصر برضه. احنا خلينا من التحليل. اتفضل. انت كسبت الثلاث نقاط النهارده في صراع، انت في صراع الدوري، في فرق منافسة بتبقى ماشيه وحش جدا وادائها سيء للغايه وبتكسب بيطلعوها البرازيل لا وبيطلعوها البرازيل، لكن انت علشان النادي الاهلي دائما النادي الاهلي دائما انت بتتطلب الاداء والروح والجدعنه وكل حاجه، انت دايما كاهلي بتشتغل على افضل حاجه افضل حاجه ممكنه. انت النهارده تكسب 7 الشوط الاولاني، في حد يقول غير كده؟ 7 تجوان انت مضيعهم التايم الاولاني، يعني وصلت للجون 7 مرات محققين، ما بالك لو دخل منهم 3 4 فتبقى كسبان 4. فيجب على يعني نبقى ايجابيين شويه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان احنا في اكيد ما الكمال لله وحده، انت بتدخل المباريات انت فاهمني يا كابتن ايمن بتشوف اخطائك بتشتغل عليها، اكيد في شغل واكيد كان في اخطاء، كل حاجه في الدنيا كده اكيد بيبقى في اخطاء. انت النهارده عندك اخطاء، اولا في عدم استغلالك للفرص دي، 1 2 لطول الوقت انك كنت عايزك تبقى الروح اخر ثانيتين ثلاثه اللي في المباراه، انت اخر 5 يعني اخر دقيقه في الماتش انت ايه اللي وصلك تجيب جول؟ عاداتك وصفاتك كنادي اهلي. طب ليه انت طول الوقت لازم الدقيقه الاخيره دي تبقى 90 دقيقه كده زي الدقيقه الاخيره؟ الجيل الحالي وفي الدوري السنه دي لازم يعرفوا ان في صعوبه، مش في الدوري لا في صعوبه، تلعب انت عندك 3 بطولات لازم تاخدهم. هو اتكلم كمان عن الضغط الماتشات الفتره اللي جايه، وهقول لك بعد كده نتكلم في اللي قاله مستر كولر. المهم للغايه ايوه الثلاث نقاط. صحيح. بقيت انت متربع على الدوري، كل ما بتبقى متربع على الدوري كل خصومك اللي تحتيك كلهم بيخافوا وبيترعبوا، ممكن تلعب كويس وتتعادل او تتغلب، انت فهمتني؟ أيوة. لا النهارده مبروك الثلاث نقاط، في اخطاء هيشتغل عليها المدرب اكيد، تضييع الاهداف، ما انت لما بتوصل للجون اكتر من مره ما بتبقى سيء.
طبعا. لو انت سيء انك ما وصلتش للجون، يعني انت الشوط الاولاني في 7 كور اجوان. طيب تخيل انت لو 2-3 منهم دخلوا، كان زمانك قلت على الاهلي لعب ماتش عالمي، صح ولا لا؟ والنهارده كسبنا 5-6. الكره اهداف، الناس ترضى بالاجوان الكتير، الحاجات دي كلها. ولكن في اخر الامر انا بتكلم بقول اني كل ما بنخطي وبناخد 3 بونت بنشيلهم وبنروح للتاني، بس هو بس ندائي في حاجه واحده بس، روح فلنت النادي الاهلي، اللعيبه التسعين دقيقة وكل ماتش وكل ثانية يفتكروها. أنا مش طالب منهم فنيات، أصل أنت لو لعبت بروح فلنة الأهلي والأهلي هتكسب أي فرقة في يعني مزبوط. مش عايز أقول لك في أي حتة في العالم، أنا عايز أقول لك في الدوري بتاعك وفي بطولة أفريقيا تكسبهم لما بتلعب بروح النادي الأهلي بس. هو ده اللي أنا بطلبه. أما حتة الفنيات والأخطاء والحاجات دي فيجب على المدرب مراعاتها، وما فيش حاجه بدون اخطاء. صحيح. مبروك 3 نقاط. الحمد لله رب العالمين. كابتن شريف، مستر كولر قال في المؤتمر الصحفي ان المكسب ممكن يتحقق في الدقيقه الاولى او حتى في الثانيه الاخيره، وده الحق اللي اتحقق النهارده، ويكفي ان احنا بنلعب حتى الثانيه الاخيره لتحقيق المكسب. طبعا ده النادي الاهلي طول عمره، هو احنا ما كناش بنلعب كوره؟ احنا قعدنا سنه بحاله بنكسب في الدقيقه 90، لو انت كنت ايامها معانا، بنكسب في اخر ثانيه وطلعت علينا سمعه الاهلي ما تامنلوش. اي بالظبط، في اي وقت حد الحكم هو هي قصه ايه؟ ان احنا السنه دي عايزين ان الحكايه ان شاء الله تبقى بتاعتنا، والدنيا كلها تفكر بهذا المفهوم. التوفيق عايزينه دايما معانا، لما بيروح مننا اهداف احنا نفسنا بنفقد كويس الـ الـ الثقه ان انا هرجع اجيب جول، ان انا عايز اودي الفرقه بال3 نقاط، عايز على طول ابقى انا متقدم. ما هو المنافس بتاعك ما هو كسب في الدقيقه 96 قعدوا يهللوا له وكلام. انت بقى النهارده ليه؟ انت ايه اللي مضايق؟ انا ايه اللي مضايقني النهارده؟ احنا ليدين في كل حاجه، احنا احسن في كل حاجه، انت معاك بتلاعب فرقه جامده، مش فرقه سهله يعني، دول اسماء يعني وفرقه متصنفه يعني، انما انت كل حاجه انت بالروح النهارده انت واخد مأخذ جد، بس فجاه بيحصل عندك تمنيات معينه. احنا عشان قاعدين بره مش قاعدين على الخطوط او حاجه زي كده، بنبقى شايفين من فوق احسن مثلا، او شايفين ان لازم دلوقتي يبقى في تغيير، لازم دلوقتي يا ريت فلان ده كان ابتدى وزي ما احنا قلنا مثلا، والتاني كان نزل بديل، ما اعرفش. كل واحد بيبقى له راي كل حاجه، وانا قلت لك في اول الاستوديو كل ده يرجع للجهاز الفني، كل ده يرجع، هو اللي ايده في الميه مش احنا، هو ايده في النار، ده احنا ايدنا في الميه، هو ايده في النار، هو اللي عارف يبتدي بمين النهارده، يبتدي بمين. دي اول كلمه قلتها لك انا في الاستوديو. فالاهلي النهارده لعب الشوط الاول ومعظم الشوط الثاني بطريقه جيده جدا، ولكن انت بتبحث عن ايه؟ الاهلي اللي هو بالعناصر الجيده اللي عنده كلها تخلص الحكايه بدري بدري. الدنيا كلها عايزين نكسب بقى على طول، وده الاحساس اللي احنا واخدينه من الموسمين اللي فاتوا. يعني انت السنه دي مش عايز ولا نقطه تروح منك، عايز تستغل كل تقدم ليك، عايز تبقى انت الاول على طول، وانت فعلا انت اللي تستحق انك انت الاول. لان انا ما شاء الله لما اقعد اتكلم عن اللعيبه اللي موجوده تحت ايدي دول كلهم، فقلت لك الاهلي بما حضر. ايوه. لا هنتكلم عن طريقه ولا هنتكلم عن مين ابتدى او مين ما ابتداش، كل الفرقه موجوده، بس كل اللي قلناه عايزين تغيير بدري. انا قاعد بره، انا شايف ان النهارده عايز المكسب بسرعه. انا وانا بتفرج اهلاوي، انت انا وانت عملنا ايه لما جه الجول؟ خلي حد يجيبنا. ولكننا كنا قاعدين في الملعب يعني، فهمتني؟ نسينا خالص الدنيا كلنا وقعدنا نهلل ونعمل مبسوطين بالمكسب طبعا. ولكن الدنيا كلها بتتمنى ايه؟ المكسب ده يبقى بدري، زي الشوط الاولاني كده، نحافظ على الجول ونعزز الجول، مش ناقصنا اي حاجه تانية غير ان احنا نستغل الفرص اللي بتجينا. صحيح. اما الفرقه النهارده بتلعب بره كمان في اسكندريه، انا عارف يعني ايه العب بره في اسكندريه في الجو ده، في الارض التقيله دي، في حاجات بتبقى ضدك ولا لدرجه 20% مثلا، كده انت تبقى
بامكانياتك متحكم في كل حاجه. النهارده انا عجبني مثلا احمد عبد القادر، مش عشان جاب الجول بس، ما عنده النهارده تغيير في الاداء. أيوه. بيخش لجوه، بيسلم الكره بسرعه، ما بيخليش الكره في رجله كتير، في حاجه كتير. دايما وابدا علي معلول انا بالنسبه لي محرك الملعب كله. فمجدي قفشه حاول النهارده يعوض عدم وجود تسعه بثمانيه وعشره وسته، ويجي على اليمين شويه ويجي على الشمال شويه، اللعيبه بتحاول كويس. فكنا عايزين بقى الثقه ترجع تاني، ان يبقى عندنا نمره تسعه، عندنا ثلاثه اربعه تسعه. أيوه. عايزين يلعبوا كتير، يلعبوا كتير، يلعبوا كتير، هتلاقيهم موجودين، هتلاقيهم. أيوه. الثقه بترجع. محمد شريف النهارده ان شاء الله الجول اللي جابه ده يرجعه تاني بالاحساس في المكان ويجيبه. ده عمل واحده رقص ورجع بيها، انا ما اعرفش كان بيحطها في الجول، انا قلت بيحطها في الجول ما حطهاش في الحرب. دي لو جت جول ما كنتش بتعرف تتكلم بقى ساعتها، هتقول ايه ده؟ ايه الهدف ده وايه الجمال ده؟ انا مبروك لي في النادي الاهلي النهارده، ومبروك للعيبه الحمد لله ان المجهود اللي حصل الشوط الاول والشوط الثاني ما راحش كده يعني. مظبوط. وهارد لك لفرقه فاركو الحقيقه، ولكن فرق كبير قوي بين اداء لعيبه النادي الاهلي النهارده، عشان كده كنا زعلانين. احنا النادي الاهلي النهارده مادي اداء لازم كان يكسب ماتش من بدري، مش كنا زعلانين جدا. ايوه. وطالعين احنا مش يعني كسبانين ومش مبسوطين، فاهم ازاي؟ ليه كان المكسب ده لازم كان يبقى بدري عن كده. ومبروك ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين. نروح لملعب المباراه وزميلنا محمد توفيق ولقاء مع الكابتن سامي قمصان مدرب النادي الاهلي. تحياتي ليك كابتن ايمن ولضيوفك الكرام في الاستوديو، الف مبروك لحضرتك وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. مباراه عصيبه ولكن الحمد لله ربنا كلل مجهود لاعبتنا وجهازنا الفني بالتوفيق والنجاح والفوز في اخر دقيقه. معايا الوقت كابتن سامي قمصان المدرب العام للفريق. كابتن سامي كان مباراه عصيبه، الفوز اتاخر قوي لكن اعتقد يعني جه في وقته والحمد لله، تحقيق ثلاث نقاط مهمه جدا خاصه في ظل ظروف المباراه. طبعا تحياتي لكابتن ايمن طبعا وضيوفه، وزي ما انت قلت مباراه عصيبه جدا، يمكن كل مباريات الدوري كده، مباراه صعبه جدا، الفرقه مستعديه، الفرقه عندها لعيبه كويسه ومدربين كويسين. النهارده الكابتن ايهاب جلال يعني يمكن الايام معدوده بس حوالي يومين او ثلاث ايام، لكن طبعا بصمته واضحه جدا على الفرقه في شكل الفرقه وتنظيمها، وفرقه بتلعب بشكل مخالف عن اللي كان بتلعب بيه قبل كده. كان عندهم قبل كده طبعا تحفظ دفاعي، النهارده بيحاول اللي هو يبني من تحت ويعمل هجمات مرتده، طبعا مدرب مميز يعني. لكن اعتقد الحمد لله ان احنا كان عندنا افضليه، واعتقد النتيجه عادله الحمد لله. يمكن الشوط الاولاني كان عندنا افضليه في كل الشوط الاول، فرص واستحواذ، يمكن الكره الوحيده اللي جت علينا بس جت منها هدف، لكن اعتقد الحمد لله رجعنا تاني الشوط الثاني، والراجل اضاف الحمد لله بتغييراته وادانا كثافه هجوميه، وكان عندنا تصميم وعندنا ثقه ان احنا نسجل هدف. اعتقد الحمد لله تسجل، يمكن تاخر شويه لكن الحمد لله طبعا على الفوز دوت وعلى النتيجه دي وعلى الثلاث نقاط. الحمد لله بالطبع. اتكلمتوا في ايه مع اللعيبه بين الشوطين، خاصه ان كان في فرص كتيره جدا ضاعت الشوط الاولاني، واول هجمه زي ما حضرتك قلت جت علينا في الشوط الاولاني جت بجون على طول. يمكن هو ده اللي الراجل اتكلم فيه ان احنا مهم جدا خصوصا في المباراه اللي زي دي ان احنا لما بنسجل هدف لازم نفكر في الهدف التاني يعني، او على الاقل ما يبقاش فيه لقطات يعني اوقات فيها بيبقى فيها سرحان او بيبقى فيها كسل معين، او بيبقى عندك ثقه ان الكوره معاك على طول، فبتبقى ما بتديش مثلا حته اللي انت ممكن تغلط في اي وقت او اي التوقيت في المباراه يعني. لكن اعتقد الحمد لله ده درس بتستغله واللعيبه بتستفيد، ودي الخبرات اللي اللعيبه بتاخدها يعني. لكن الحمد لله اللي احنا رجعنا تاني، ده الاهم بالنسبه لنا. التغييرات الحمد لله اعتقد هجوميه ادتنا افضليه، ادتنا كثافه في ال 18، وقدرنا الحمد لله ان احنا نسجل هدف تاني. كابتن سامي بالطبع اختيار التغييرات والتشكيل اساسا هو حق اصيل للجهاز الفني، ولكن فلسفتكم في اختيار التشكيل، انا شايف ان كل مباراه بتدوا عناصر جديده، وتقريبا كل الفريق بشكل عام لعب مباريات كتيره، وحابين نشوف كل الفريق بيلعب في ماتشات كمان مهمه، مش بس ماتشات يعني سهله، مفيش ماتش سهل كمان دلوقتي. يمكن دي من الحاجات برضو اللي احنا استفدنا بيها من السنه اللي فاتت. السنه اللي فاتت انت لعبت كميه ماتشات كبيره جدا، كثافه ماتشات كبيره جدا، يمكن كان عندنا اصابات كتيره الفتره السنه اللي فاتت اثرت علينا واثرت علينا في الدوري. السنه دي نفس القصه، انت بتلعب بنفس عدد الماتشات بتاع السنه اللي فاتت. النهارده الحمد لله انت بتوصل لكاس العالم، مشارك في الدوري، مشارك في كاس عندنا اثنين كاس، عندنا كاس رابطه، فعدد الماتشات هو مماثل يمكن اكتر كمان من السنه اللي فاتت يعني. غير طبعا المباريات الدوليه اللي اللعيبه بتاعتنا بتشارك فيها، انت عارف قوام منتخب مصر او اللعيبه المحترفين عندنا كلهم بيلعبوا في منتخباتهم،
فبيحاول الراجل طبعا اللي بيدي برضو يعمل منافسه بين اللعيبه، بيحاول برضو انت احنا بنلعب كل 3 ايام ماتش يعني، فثبات التشكيل في اوقات كتيره ممكن تبقى عرضه للاصابات، فالراجل بيحاول يعمل كده، يحاول يعمل منافسه بين اللعيبه، يحاول يعمل روتيشن. فاعتقد يعني هو راجل عنده خبرات كبيره يعني، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقه طبعا يعني في الاختيار الامثل لكل ماتش والفتره الجايه ان شاء الله. جمهور الاهلي اللي في البيوت طبعا كلنا عارفين شعوره، لكن كمان الجمهور اللي كان في الملعب ما بطلش تشجيع من قبل المباراه، لكن التشجيع كان زياده كمان اول ما دخل فينا الجون ولغايه بعد الدقيقه 90. تقول للجمهور كان شعوركم ايه؟ والجمهور كان مؤمن بشكل تام من غير شك ان النادي الاهلي ان شاء الله هيحقق الفوز. هو ده جمهور الاهلي مختلف عن كل الجماهير، عشان كده يعني جمهور النادي الاهلي دايما في ظهر فرقته لحد اخر لحظه. يمكن انت كنت حاضر النهارده المباراه، وكل الناس اللي موجودين عندها ثقه ان النادي الاهلي هيكسب، النادي الاهلي هيجيب جون حتى لو ناقص 10 ثواني. وده الحمد لله الاحساس اللي بيوصل للعيبه ووصلنا احنا كجهاز، يعني ان الجمهور ده ما ينفعش يرجع يبقى زعلان. الجمهور ده استحمل اخفاقين في الدوري العام، اعتقد مش هيستحمل تاني. لازم نحاول نقاتل عشان نقدر نساعدهم، ونقدر دايما نخلي جمهورنا ده رقم واحد زي ما هو بعد ربنا دايما داعم للفرقه يعني. فبشكره طبعا على الجهد ده، وشكره طبعا ان بيجي مسافه كبيره جدا ودعم فرقته، فكل الشكر ليه. وبقول له طبعا مبروك طبعا، وان شاء الله مزيد من البطولات ومزيد من ان شاء الله من النجاحات باذن الله. اخيرا، هو مفيش مباراه سهله في الدوري السنه، لكن داخلين على مباراه صعبه قوي، سموحه، سيراميكا، بيراميدز، الفتره الجايه هتتعاملوا فيها ازاي؟ خاصه المباريات دي كلها يعني بنتكلم في تقريبا في 10 ايام. زي ما قلت لك، خلينا نفكر في كل، زي ما الراجل دايما بيتكلم، كل مباراه لوحدها. عندنا مباراه مهمه، فرقه سموحه فرقه مميزه، كابتن طارق من المدربين الكبار الموجودين في الدوري، عنده خبرات كبيره، نستعد لها ان شاء الله يعني، وان شاء الله يبقى عندنا ان شاء الله افضليه فيها اكتر، ونقدر ان شاء الله نحسمها بدري باذن الله. شكرا كابتن، ودايما التوفيق باذن الله. ورجعنا لكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. الكابتن سامي طبعا نتكلم عن مكسب النهارده، مكسب مهم جدا، فرحانين بالمكسب طبعا، لان المكسب اتحقق في 90 بلس زي ما بنقول بعد انتهاء الوقت الاصلي، ودي تحسب للعيبه النادي الاهلي. بقول لك يا ايمن، اسف ان انا بقطعك، احنا لعبنا الشوط الثاني ربع ساعه. ايوه، الناس بتقول 6 دقائق. ها كل دقيقه الماتش بيقع، 3 لعيبه يقع، الجول اتشطت عليه كره تلعب بره راح واقع في الارض. حضرتك بتتكلم عن الوقت المستحق بدل الدقائق، ده لازم يعملوها، ده لازم تتعمل زي كاس العالم. مزبوط. يشوفوا ال 45 دقيقه دول تلعب فيهم قد ايه. صحيح. مش ممكن، ده انفير والله العظيم. أي. لاي فرقه. أي. مش احنا بس يعني. لا، اللي بيحصل ده ما ينفعش، ده في لعيب وقع 6 مرات النهارده، هو ايوه، وفضل لاعب لغايه اخر الماتش ب 10 دقائق. اتكلم كابتن سامي عن رضاه بالمكسب طبعا، اتكلم عن جمهور الاهلي العظيم اللي كان متواجد واللي كان بيتفرج. جمهور الاهلي كان عنده ثقه ان فرقته هتكسب في اي وقت، حتى ولو كان فاضل 10 ثواني، ودي عاده جمهور النادي الاهلي وثقته في لعيبته اللي احنا شفناه الشوط الثاني. حتى وان كانت المباراه في بعض الاوقات ما كنتش انت الافضل في الشوط الثاني، ولا هم كانوا افضل صراحه يعني. خلينا نتكلم برضو بصراحه شويه، انت كنت الافضل على مدار الشوطين عن فاركو، ولكن مش حكايه مزعلنا، ولكن احنا كنا نستحق المكسب من بدري، ولكن الحمد لله رب العالمين اصرار اللعيبه وتصميمهم على حصد الثلاث نقاط النهارده هو اللي جاب لنا المكسب في الاخر. فضلوا يلعبوا اللعيبه لحد الدقيقه السادسه من الوقت بدل الضايع في الشوط الثاني، وعندهم الاصرار والعزيمه والروح ان هم ياخدوا الثلاث نقاط، وده اللي اتحقق في الاخر الحمد لله رب العالمين. طيب كابتن شريف، يمكن مستر كولر في المؤتمر الصحفي قال لك انا الفتره اللي جايه عندي تقريبا كل 3 ايام مباراه، فانا بحاول اجهز كل اللاعبين، وكل اللاعبين لازم يبقوا يعني في حاله فنيه 70% عاليه علشان يقدروا يشاركوا، لان فعلا الفتره اللي جايه فتره مزدحمه بالمباريات بطريقه غريبه يعني، خصوصا كمان بعد انت ما هتلعب كمان في كاس العالم. الحقيقه حقه الراجل، بقاله قد ايه معانا؟ شهرين ثلاثه؟ ايوه بالكتير قوي، ما بين علامه كامله، كان ست ماتشات بستة فوز. ده اللي طمع الناس بقى، وبيطمع الدنيا كلها ان احنا نمشي بنفس الشكل. لو تفتكر مستر فايلر برضو من نفس الجو ومن نفس المنطقه،
ما خسرناش ولا ماتش، ما تعادلناش غير في ماتش في الاخر كده لا يذكر، وخدنا الدوري قبلها بخمس ست اسابيع، قبلها باربع خمس اسابيع. امله مش بتحلم، بتتمنى ان يكون هو نفس الشكل اللي احنا ماشيين عليه بنفس الخطه بنفسها. عجبهم الراجل ابتدى معانا بانتصار كبير قوي. السوبر بيكسب المنافس، خدت بالك، وبيكسبه مكسب كبير 2-0، مش بعوده لعيبه كتير قوي، بعوده الروح، بعوده كل حاجه في وجود مستر كولر. انا عجبني في حاجه واحده بس رد علينا فيها، بالنسبه لي انا كانت تساؤل قبل الماتش، سافيو وقفشه. قال الاثنين انا اضطريت النهارده العبهم لان انا باثق فيهم ان عندهم كره عاليه جدا ويقدروا يتصرفوا في اي حته في الملعب وفي المواقف. فده رد على برونو سافيو ازاي النهارده هو ابتدى بيه. ليه الراجل كمان بيبرر وبيقول انا ليه عملت كده، عنده يعني مسامح، تسامح مع نفسه ومع الناس، وما بيقلقش وما بيخافش، وبيقول وبيتكلم مع نفسه على كل الاسئله وبيرد على كل الاسئله. الحاله اللي حصلت واللي اشاد بيها واحنا كلنا بنشيد بيها النهارده، الشكل التدوير اللي هو بيعمله، اللي هو عايز يحافظ على 70-80% من قوام الفرقه تكون تحت ايده في اي وقت. ايوه الجاهزيه الفنيه ده من حقه، ومن حقه برضه يتعرف ويتفرج. ايوه ومن حقه يشوف الدنيا اللي بتخلص في اول تايم واللي بتخلص في تاني تايم وفي اخر دقيقه وقبل كده بكتير، وعنده مكاسب كتير قوي. وكل اللي حصل انه تعادل مباراه ما كانش المفروض يتعادل فيها برضه، انما مفيش فرقه في العالم بس ده وارد في عالم الكوره، مفيش فرقه في العالم هتعدي كده، وخاصه انك انت عندك ايقافات وبعدين نرجع نعمل تاني وبعدين منتخبات بتروح، دي كلها بتاثر على الفرق كلها مش على فرقتك انت بس. أيوة. وعندك اصابات بتحصل، وعندك محمد عبد المنعم ايقافات، وعندك حاجات كتيره بتدور في الشكل اللي هو بيتكلم فيه، ان لازم يكون عنده جميع اللاعبين تحت الطلب بتمرين كويس جدا. عادل قال لك اللعيب لازم يبقى جوه وبره الملعب. انا النهارده خلص الماتش وكسبنا، لازم انا ابقى بفكر في الماتش الجاي احسن، عامل نفسي معسكر، انا عايز اعدي طفره، عايز افرق 8 نقط عن اي فريق بيبقى ورايا. لازم انا ابقى فارق بالهيفي سكور بتاعي عن اي فرقه بتلاعبني. ف حاجات كتير قوي النهارده، زي ما كنا بنقول دروس مستفاده من التعادل بتاع الماتش اللي فات، النهارده دروس مستفاده اكتر، انك بتلعب بروح لغايه اخر ثانيه. صحيح. مفيش حد في الملعب ما اتحركش لما حس ان الوقت بيروح منه والدنيا خلاص في نقطتين تانيين هيروحوا بعد كل المجهود اللي بيحصل، اذا كان في المباراه اللي قبل كده او المباراه دي او المباريات اللي فاتت او الفتره كلها اللي اللعيبه راجعه بيها بالموسم ده. كويس ان احنا بيحصل لنا الحاجات دي، كويس ان احنا بنستفيد منها. ان شاء الله المباراه الجايه هيبقى كل اللي الكباتن كان في الاستوديو بيتمنوه ان المباراه تخلص بدري باذن الله، ينتهي عندك الاحساس بتاع الربع ساعه الاولانيه دي وتحركات لعيبه، وزي ما قال مستر كول عندك امكانيات لعيبه تقدر تلعب كوره زي ما عايزه. النهارده بالطرف، النهارده بالعمق، النهارده، ولكن برضو هرجع واقول له احنا لازم يبقى عندنا عمق هجومي رقم 9 ده باي شكل. ايوه لغايه لما احنا نكسب، بعد كده اي لعيب يقدر يلعب في اي مكان بعد كده. هو اتكلم فيها يا كابتن علاء برضو، واتكلم على حسام حسن ومحمد شريف، واتكلم عن حسام حسن بالذات وقال ان هو بيتدرب كويس وكان لازم ياخد الفرصه، وانا نزلتهم النهارده هو ومحمد شريف، ومحمد شريف قدر يحرز هدف المباراه. وقال برضو ان احنا سيطرنا طبعا على الشوط الاول وكانت الافضليه لينا واضعنا كتير من الفرص، ولكن يحسب لنا ان احنا حققنا الفوز حتى ولو كان في الثانيه الاخيره من الوقت بدل الضائع. هو عادتك دي الحمد لله من زمان النادي الاهلي، يعني وعندك عندك ايمان بنفسك، عندك ايمان بلعيبتك، عندك ايمان ان انت الاحسن حتى لو الامور مش ماشيه زي ما تحب، لكن دايما انت عندك ان انت حته المكسب دي ما بتلعبش غير على مكسب. ايوه انت دايما حاطط المكسب هدف قدامك، عشان كده حتى لو اتاخر الهدف ده لكن انت ما عندكش شك في نفسك، انت عايز تكسب عايز تكسب عايز تكسب، تاخر الهدف لكن في الاخر جه الحمد لله. التلات نقاط زي ما بقول لك انا مهمين جدا في سباق الدوري، وانت اول الدوري الحمد لله، وتبدا تحضر نفسك للمباريات القادمه كده. بس هرجع لنقطه برونو سافيو ومحمد مجدي، هو قال هما الاثنين بيصرفوا الكوره كويس النهارده. في لعبه يمكن تلخص اللي هو قاله، ايوه في كوره بين محمد مجدي وصافي، وصافي ضيعها دي اللي عملها كان جايبينها دلوقتي، عملها حلو قوي.
لو معانا اللقطه بعد اذنك ممكن نرجع الكره اللي قفشه عملها من فوق الديفنس لبرونو سافيو وراح انفراد. هم اتنين كانوا فعلا بيتحركوا لكن يمكن هي دي. بص سافيو لعبها محمد مجدي اتحرك. محمد مجدي عنده الحتت دي يعني اخر 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 15 يارد. بص عملها يعني هايل طبعا. محمد مجدي تسقيطه حلوه قوي. سافيو استلام وتقريبا الحارس طلع. يمكن هو مع ان خلي بالك ان محمد مجدي عمل الصعب. عمل الصعب. لا بص خليها والنبي خلي اللقطه دي. لا ارجعها تاني والنبي ارجعها تاني ارجعها تاني عند محمد مجدي. بس وقف هنا. بص بقى دفاع فرقه فين؟ ايوه عشان كده انا بتكلم ان انت النهارده كنت ممكن تعمل هيف سكور. ايوه يعني الدفاع ده كلهم باصين على الكوره والثلاثه اللي في القلب مش موجودين. يعني في عالم كره القدم الشكل ده ازاي ده يحصل؟ بص أيوة. المربع ده صح كده شكرا. المربع ده كله عينه على محمد مجدي. ايوه ومفيش حد واخد باله سافيو. مش كده محمد مجدي عملها حلو قوي مساحه ضيقه جدا لكن عملت شيب حلو قوي. كمل بقى عادي خلاص. سافيو استلم طبعا لوحده. أيوة. لكن دي كمان ده هدف. أيوة. تخيل لو الهدف ده جه كمان يا ايمن كانت تبقى خلاص الامور اسهل بكتير. كان في الدقيقه 20 كان قبل الهدف بتاعه يعني تفهمني. يعني الهدف ده وهدف كمان يعني ده من بدايه المباراه. فبدايه المباراه كل المساحات دي موجوده عندك وبس الحارس اتعامل معاها كويس. لكن السافيو لازم كان يحطها باهدى من كده. لكن بس انا بقول لك على الواحد بيبقى اوقات بيتكلم على اساس المواقف قدامك سهله قوي. الفريق اللي قدامك ما بيعملش حاجه حتى ما مش عارف يدافع. فانا دايما بتكلم بحب لما تيجي فرصه زي كده للمره مليون نقتل المباراه بهدف واثنين وثلاثه واربعه. انت الفرص عندك اتفضل. لا عايز اكلمك على ممكن بس الكوره دي من الاول عشان دي انا اتكلمت عليها كابتن علاء قبل المباراه. ما قلت لك ايه كريم فؤاد اللي هنلاقي كريم برافو. ما هو هنلاقي كريم فؤاد في اوقات كتير بيخش كراس حرب. احنا اتكلمنا كل ايام من حتى الاستوديو كله قال ان سافيو بقى لا مركزيه في الاربعه اللي قدام. ايوه انت فاهمني. يعني الهدف اللي جابه احمد عبد القادر مش متطرف. احمد عبد القادر كان داخل لجوه شويه لكن علي معلول عمل تصريحه حلوه قوي. بص نفس الشكل ونفس المنظر. أيوة. يعني كانها بتعاد تاني. بص عين كله على محمد مجدي. عدى استلم لكريم. يعني هنا برضو تخيل ده في دقيقه 25. يعني هدف كريم كان يقدر يرقص الجول يعني. لا كان شايف هو كمان. بص في دقيقه 25 يعني دقيقه 20 هدف دقيقه 25 هدف. فدليل ان انت مسيطر تماما على الشوط الاول. ده اللي ضايقنا كده. لازم كان يعني مش لازم طبعا والحمد لله ده الهدف. بص محمد مجدي مش على الطرف. محمد مجدي لجوه. كريم داخل لجوه. سافيو مكانه محمد مجدي. بص المنظر ايمن. ايوه ثلاثه جوه 18 واربعه والرابع محمد مجدي مستني. مش كده بقول لك بس بص في الكوره دي يا كابتن. لا هتالي سنه قبل ثانيه قبلها عشان ابص بس على احمد عبد القادر. بص يا كابتن احمد عبد القادر طبعا علي معلول لعيبه هايل بس احمد عبد القادر فيه ميزه تمويله اللي عملها. وبيعدل نفسه في ثانيه. تلاقيه مواجه للجول ورايح انفراد. لا افتح الصوره تاني بس خليه واقفه من فضلك. لا افتح بس. بص ايوه دي انت الوقت الشكل ده المنظر ده ثلاثه رؤوس حربه مفيش حد على الطرف. ايوه هو بيلعب كده. هو واضح ان كولر بيلعب كل اختراقه من القلب مع ان الغريب ان عندهم ثلاث مدافعين بس واضح ان هم يعني الثلاثه. بص كان اسامه اتكلم فيها في بدايه الاستوديو قال لك دايما الثلاثه واقفه على خط واحد. نفس ده الشكل. كويس بطء هيبان الوقت في الكره الثانيه. مفيش رقابه ومفيش زياده عدديه. يعني في كره القدم غلط المنظر ده. بص عدل جسمه على طول يعني احمد. ده بص احمد عبد القادر سابها تنط مره والثانيه وعدل جسمه والمساك ما رجعش لسه. فكل ده بيديك ان انت الفتره دي كنت لازم تفرق هدف واثنين وثلاثه. لو انت عملت كده الشوط الاول تروح نازل الشوط الثاني كولر بقى يعمل تدوير يغير يستنى يعمل هو عايزه لان خلاص المباراه انتهت. لكن هو حتى الناس اللي نازله دي انا خلينا اتفضل. بس الكره دي برضو بص ايمن اتنين لعيبه ضربوا اربع لعيبه تقريبا من فرق. لا هنا كمان كان واحد واحد لكن برضو الاخطاء موجوده. الاخطاء الدفاعيه الكارثيه لفريق فاركو موجوده. بص يعني بص الوقفه ثلاثه على اثنين. بص برضو دي بس دي كانت اوفسايد دي. يعني برضو بص مين اللي دخل راس حربه كريم. ايوه مظبوط ده هو الكلام اللي اتقال هنا في الاستوديو الحمد لله ان الثلاثه مفيش لا مركزيه كله هيبقى في القلب تقريبا في القلب. ان واضح ان كولر عارف او اتفرج على فاركو ان الثلاثه اللي ورا مهما كان عددهم بس في بطء. وانا بقول لك كونك انك تدافع مش لازم مدافعين كتير. ده الموضوع ده مات من زمان. انك كونك انك تدافع
تعرف تقف، تعرف تراقب التنظيم للدفاع الصح. لكن ده ما فيش تنظيم دفاع، كل كره ملعوبه من القلب انت رايح جول. عشان كده كان يعني دقيقتنا او احنا كنا عايزين الشوط الاول تقتل المباراه. حتى انا دايما بكلمك في نهايه الاستوديو بقول لك ثقافه انك تخلص مباراه بدري. لان خد بالك يا ايمن، كل اللعيبه اللي نزلت في الاخر دي ده حمل عليها، حمل حلم يعني، في لا عايزين بيدوروا على مكسب، عايزين مكسب يعني، مش حمل بدني انما ذهني، وعايزين يعني انا متعادل 1-1 وعايز اثبت ان انا كويس وادور على مكسب. فاذا كان محمد شريف، اذا كان حسام، كل التغييرات اللي حصلت دي انت بتتكلم، انت بتتكلم في 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 مش حاجه مش سهله يعني. ايوه فاهم. هنا بص نفس الكلام، بس في كثافه عدديه بص من لعيبه النادي الاهلي جوه ال 18 كويس. ده دي اللي كانت ميزه. يعني دفاعيا برضو فاركو برضو واقفين ثلاثه بس، ما فيش حد موجود يعني. احنا خلاص سلمنا ان الثلاثه واقفين، ما فيش اي مشكله خالص. فادي ادي الشكل. حسام عمل الكره بالهيد حلو قوي، الحارس عمل معاه وجت في في في, في العارضه. الكره اللي بعدها الهدف محمد شريف. يعني حسام ومحمد شريف واحد كان المفروض يحرز الهدف يا كابتن، كان يحرز هدف كويس. هنا حسين الشحات طبعا بس واضح ان دي جمله تكتيكيه من كره ثابته هم متدربين عليها. حتى لو 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 حتى لكامل. مش جمله، لكن هو اتشافت حلو، خد وقته. سافيو رقابه، ما فيش رقابه، حارس مرمى اتعامل مش كويس. لكن بص هنا محمد شريف صح، ده بقى ده اللي كان بيتكلم عليه كابتن شريف، بيقول لك ايه، رقم 9 بيعرف يقف فين. هي دي الميزه بتاعت الراجل المهاجم اللي احنا بنقول عليه مهاجم مهاجم، محمد أيه. شريف، حسام حسن، شادي، بيعرفوا في الاماكن دي يخطف، يعرف يقطع، يعرف امتى يروح امتى ما يروحش، امتى يسبق امتى يستنى. دي مميزات اللعيب الهداف بتاعك. فطبعا هدف غالي جدا للنادي الاهلي، 3 نقاط، هدف غالي جدا 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 لمحمد شريف، يدخله تاني في حته ان هو بعيد شويه عن مستواه. الهدف ده، الهدف ده هيديله ثقه اكن ثقه مثلا موسم كامل من اللعب. لان زي ما بقول لك دايما الهداف عايز يجيب جول، وهدف زي ده النهارده، هدف 3 نقاط، توقيته مؤثر جدا. محمد شريف بقاله فتره غايب عن التهديف، والناس بدات تتكلم، هو اساسا متضايق. فالنهارده هي مكافاه لمحمد شريف، ومكافاه لحاجه في لعيبه النادي الاهلي وجماهيره، ان انت مؤمن بنفسك، مؤمن ان انت هتكسب. يعني جماهير الاهلي مهما عدى الوقت، ومهما حتى لو اخر نص ثانيه، لا انا هكسب. هو ده، هي دي جماهير النادي الاهلي، وهي دي الميزه اللي تميز لعيبه النادي الاهلي وجماهيره. على فكره مش من الوقت ده يا ايمن، ده من زمان جدا. يعني سبحان الله النادي الاهلي فيه مميزات وفي حاجات في النادي الاهلي وجماهيره مش موجوده في فرق كتير. أيوة. انك دايما عندك ثقه في نفسك انك هتكسب. جماهيرك قاعده ولا بتشتمك ولا قلقانه ولا حاجه خالص، يعني تحس ان هم على نفس الحاله. أيوة. حاله ان انا عندي جوايا كده شعور داخلي هجيب هحرز هدف. حتى دي بقت 96 حتى لو 97 فاهمني. عشان جاي بقول لك يعني في مقوله كده لك، لا تامن النادي الاهلي لحد الحكم يصفر. مظبوط. ويمكن تقلق بعدها كمان. بقول لك لا، الحته دي تحسب لعيبه النادي الاهلي وجماهيره، ان الثقه دي في نفسهم وثقه الفوز دايما، انك انت فريق طول عمرك من ساعه ما انشئت انت بتلعب على مكسب وعلى بطوله. عشان كده الحاجه دي بتخش جواك كده، مفيش حد بيعلمها لك على فكره. انت عايز تقول ان حد علم الناس دي ازاي اكسب والنادي لازم اكسب؟ يعني حسام حسن لسه جاي السنه دي، الراجل نازل وعايز يتجنن وعايز يحرز هدف. نفس الكلام محمد شريف، غير الناس الموجوده في النادي الاهلي فهمت. فكل الناس دي عارفه قيمه النادي الاهلي وقيمه جماهيره، عشان كده دايما بيلعب على مكسب. 3 نقاط، انا متعادل؟ لا مش انا اللي اتعادل. ايوه لا صح. مع ان في ناس يقول لك لسه بدري قوي على الدوري. لا مظبوط، المبدا نفسه مش عندي، ان انا اتعادل دي مش موجوده عندي تماما. التعادل بالنسبه لنا خساره، زي المباراه السابقه مثلا بتاعت فيوتشر، طالعين الناس كلها متضايقه وزعلانه. ايوه 1-1 وكانوا بيلعبوا 10 وكانت فرصه تكسب. لكن حتى لو بيلعبوا 11 انت النادي الاهلي، انا مش زعلان عشان كانوا هم 10، لا انا زعلان عشان في نقطتين راحوا مني. أيوة. في السباق الدوري انا زعلان عشان انا النادي الاهلي، انا لعيبه النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي، مبدا النادي الاهلي دايما بلعب على فوز الحمد. أيوة. لله دايما، ودايما ربنا بيوفق في اخر ثانيه. يعني حد يقول لك مش حظوظ، لا حظي دايما، الحظ بيروح للي يستاهل، اللي بيسعى ليه، اللي دايما عايز يكسب. انت عايز ايه؟ انا لا انا متعادل، لا 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 بس انا عايز اكسب، عايز اكسب، عايز اكسب، حتى الوقت بيعدي فبيجي المكسب. ممكن المكسب متاخر جدا، لكن فرحته جامده جدا على جماهير النادي الاهلي الحمد لله طبعا، عشان ما ترجعش زعلانه القاهره. على نمره 2
انا محمد شريف وده اكتر واحد مبسوط عشانه النهارده. لا وانت تستاهل في ماتش زي ده انك تكسب، دي حقيقه انت تكسب الشوط الاول. انت تكسب، بص يا ايمن المباراه دي من الشوط الاول لازم، مش لازم كانت تخلص، لازم تخلص وثلاثه اربعه والله، مش ولا عشان النادي الاهلي ولا متجانع فرقه الفرق. الشوط الاول طبيعي يخلص ثلاثه والشوط الثاني تبدا تعمل عايز تعمله في الشوط الثاني، لكن الامور اتلخبطت وحصل حاجات في الشوط الثاني، لكن في الاخر بتروح باصص للحاجه الايجابيه والحاجه المنوره. الحاجه الايجابيه ثلاث نقاط، حاجة الإيجابية جدا 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 وعجباني عودة محمد شريف للتهديف، ودي النهارده أكبر ميزة كسبها كولر نفسه، أيوة. إن هو رجع مهاجم كان هداف فرقته لحتة التهديف تاني. صحيح. دايما أسامة كان بيتكلم محمد شريف ووجوده هنا وكابتن شريف وعادل وكده، لكن هو ده ميزة محمد. صح. شريف ميزة تسعة، ميزة رأس الحربة اللي هو الأساسي بتاعك، إنه يعرف يتمركز في الوقت الصح في المكان الصح يخلص لك مباراة زي دي أنت محتاج الثلاث نقاط. مبروك، الثلاث نقاط كانوا مهمين جدا واكتر ناس طبعا مبسوطه عشانهم الحمد لله جماهير النادي الاهلي ترجع مبسوطه بالثلاث نقاط. مبروك يا محمد الشريف، واتمنى يا رب ان شاء الله المباراه القادمه لو في نصيب وبدات تبدا صح، ودايما تدور على هدف ودايما ولا تزعل ولا تتضايق، طول ما الدنيا مش ماشيه معاك اجتهد اكتر وركز اكتر، لان هي دي كره القدم. صحيح. ذكاء كره القدم او ذكاء الحياه كلها تعرف تتعامل مع الاوقات الحلوه، ودايما هو اوقاته حلوه كتير جدا، وان الناس كانت يعني مش مع المواقف الصعبه اللي انت بتمر بيها والمواقف الصعبه هو. صحيح. هي دي حياه لعيب الكره القدم كده يا ايمن، ما بين اشاده وما بين نقد، ذكائك تعرف تتعامل بالاثنين، مش الاشاده تفرح والنقد لا او تتضايق، لا لا خالص. صحيح. خليك ذكي، تعامل مع اثنين بصح، لكن مبروك النهارده ثلاث نقاط، مبروك يا محمد النهارده عودتك للاهداف تاني وهدف مؤثر جدا، ودي دفعه قويه وان شاء الله دايما للاحسن. كابتن أسامة، من مكاسب ماتش النهاردة بجانب الثلاث نقاط عودة محمد شريف مرة أخرى للتهديف. علاء لسه يعني لا أصل أنت كلمتني كتير جدا على محمد شريف. أنا مقتنع أن محمد شريف مهاجم خطير جدا، ومش بس للنادي الأهلي، للمنتخب مصر كمان، هو في فترة كان كده وكان هداف الدوري المصري، ولكن هو فقد الثقة في نفسه شوية في أنت كنت تلعب مهاجم وعارف المهاجم طول ما هو رجله في الملعب، طول ما هو بيجيب جوان ثقة بياخدها يوم عن يوم عن يوم. هو المشكلة انه قعد فترة يلعب ماتش وبعدين يقعد ماتشين وبعدين يبعد وبعدين يلعب نص ساعة وبعدين يلعب كيروش. في فترة كده تأثر نفسيا بعض الوقت في فترة كيروش فعلا. فانت احيانا محتاج حتى لو المهاجم مش ماشية معاه قوي اصبر عليه شوية، يعني ادي له ثقه ان انا واثق فيك، ان انت ممكن تكسبني، وهو لازم يحاول زي ما علاء قال انه اتمرن اكتر في التدريب، العب على الجون اكتر، اركز قبل الماتش اكتر، يعني هو كمان برضو لازم يساعد نفسه. وجوده في خط فيرود النادي الاهلي او خط هجوم النادي الاهلي مهم. يعني وجوده مهم في خط هجوم النادي الاهلي، بيعرف يجيب جون. انا مقتنع بدي. بس زي ما انا قلت لك هو عايز ثقه اللعب على طول، يعني ياخد فتره يلعب يلعب يلعب. وطبعا النتائج لما بتبقى ماشيه على طول بتساعد، حتى لو واحد بعيد شويه. وكان ايام مستر مش فايس، ايام مستر فايلر، لا مش فايلر، على سيماني، لا واحد قديم، لا لا انا اشتغلت معاه انا وهو اشهر واحد جوزيه لا انا بس عشان ركزت في فايلر ايام مستر مانويل جوزيه. عارفين انه فلافيو قعد فتره ما كانش بيجيب اجوان، بس هو طبعا بيساعده ان الاهلي كان بيكسب، يعني فلافيو ما بيجيبش جون بس الاهلي بيكسب. فعادي بس هات لي الكره دي تاني، معلش يا سمير هات لي الكره بتاعت الجول تاني بعد اذنك. يعني اتعملت فيها لما تيجي الضربه الثابته اتعملت حلو، رغم ان هي في الثانيه الاخيره مجدي قفشه ما استعجلش يعني لما راحت لمجدي رجعها لحسين تاني على اساس يعمل خلخله شويه في فرقه فاركو. انا هتكلم على حس محمد شريف التهديفي في الكره دي. طبعا انه راح ازاي على العارضه الاولانيه. في اوقات كتير جدا في المباراه كنا محتاجين واحد يروح فعلا ويخطف عند العارضه الاولانيه. بص محمد شريف بحسه التهديفي مظبوط اتحرك ازاي. ايوه
هو لما رجعت الكره لحسين ما هو برده المهاجم بيبقى واخد باله من دي. هي لما رجعت لحسين وعملها عرضيه محمد شريف وسافيو وحسام كلهم داخلين، فمحمد شريف لما بعدت عنه هناك هو عارف ان سافيو هيردها على القائم الاولاني. أيوة. فهو اتحرك قبل الجون وخطفها في هدف، هدف جميل في توقيت حلو حتى من سافيو. اهي طبعا كنا بنتكلم قبل قبل المباراه على المفروض اللي بيبقى في المكان ده يلعب بدماغه فهمتني ازاي؟ ايوه فتتحقق فعلا ان اللي كان موجود هنا ده هو احرز الهدف براسه. لا وكمان الكثافه، الكثافه يعني لما حسين لعبها وسافيو راح لورا ورجعها كان في ثلاث اربع لعيبه رايحين على القائم الاولاني وفي النص شويه، يعني حتى لو عدت من شريف كانت ممكن حسام حسن يجيبها ممكن بس هي ملعوبه من سافيو رجعها كويس. هات لي الكره من اولها تاني برضه، هات لي الكره من اولها تاني. عايز اتكلم برضو على هنا الهدوء هنا لا عايز اتكلم على حسين الشحات ماشي، بس انا كمان بتكلم على هدوء مجدي هنا ممكن في اخر ثانيه دي يروح عاملها كده وحاططها، لكن هو رجعها بشكل كويس حسين وحتى تاني. حسين برضو بس حسين بص ولعبها. بص بقى خمس لعيبه من النادي الاهلي داخلين سته كمان. ايوه برونو سافيو رجعها كويس ولعبها محمد شريف بجد وشريف خطفها قبل ما شيكا يحط في ايده في الكوره يعني. فهو هدف كويس في توقيت صعب يعني، ثلاث نقط ثلاث نقط غاليين جدا خلوك محتفظ بالصداره حتى قبل المباريات الاخرى للمنافسين يعني. صحيح. فنتمنى ان شاء الله انه النفس الروح دي اللي هي الخمس دقائق دي اللي اتلعبت في الاخر انها تبقى موجوده في وقت كتير من المباراه، ما تضيعش وقت كتير وتدخل الفرق معاك في الجيم الا حاجه خارجه عن ارادتك. لا لان انت كمان الفوارق الفنيه بينك وبين الفرق الثانيه لا لمصلحتك مفروض طبعا. مفروض النهارده زي ما قلنا كان الشوط الاولاني بسهوله جدا تقدر تجيب هدفين ثلاثه، ايضا في ماتش فيوتشر الشوط الاولاني كان بسهوله جدا تجيب هدفين ثلاثه غير الفرص اللي ضاعت. صحيح. فالحمد لله على المكسب، جيت في توقيت حلو. وتاني انا برضو بضم صوتي لعلاء ولشريف وعادل كده يتكلم في النقطه دي برضو، انه شريف لما بيجيب جون المهاجم لما بيجيب جون ثقته بنفسه مع نفسي. طبعا معنويا بيعزز بتعزز الثقه في نفسه. فنتمنى له التوفيق في الملعب تاني. بتمنى له التوفيق في الفترات الجايه يعني. صحيح. الفترات الجايه كابتن عادل فترات صعبة جدا ويمكن نتكلم عنها مستر كولر، والفترات صعبة ولازم أعمل حسابها من دلوقتي كويس؟ عشان كده بتكلم عن جاهزية اللعيبة، جاهزية اللعيبة مسؤولية مدير فني، مسؤولية الجهاز اللي معاه وخطة الأحمال، ولكن اللعيبة كمان عليها مسؤولية أكيد، بس هو أول واحد في المخطط العام للأحمال وفي مدرب الأحمال في فرق ما بين الوظيفتين. أيوة. مخطط العام اللي هو مخطط الاحمال ده اللي الراجل اللي بيحط البلان السنه اللي هو هيقول لك في بطوله في فبراير مع الاهلي في كاس العالم، وبعدين في ماتشات خمس ست ست سبع ثمان كده الاستراتيجيه هتتغير لو هو حاطط بلان، لان انت رايح كاس عالم من اول فبراير ان شاء الله. طبعا في كاس عالم يعني في كاس عالم للانديه يبقى في بلان اخر للاحمال ينفذها مدرب الاحمال، يجي مدرب المدرب يجي المدرب نفسه اللي هو المدير الفني بيحط ازاي طرق اللعبه اللي هيلعب بيها، يعني مثلا وبعدين ينفذها له مدرب الاحمال بقوتها، وبعدين المدربين اللي معاه بيشتغلوا على تعليمها للاعبين. لا استناني في نقطه هنا بس. اتفضل. انا مثلا مدير فني عندي مباريات في الدوري المصري تمام هيتحط لها طريقه لعب معينه، انا بلعب بطريقه معينه ما بغيرهاش تمام. انا كمدير فني تمام. طب انا رايح بعد كده كاس عالم للانديه تمام، عندي مباريات خارجيه مع انديه افريقيه في بطوله ابطال الدوري الافريقيه تمام، طرق اللعب تختلف. ما هو هنا ايه بقى الفكره في التدريب اللي هو ايه الفكره في التدريب اللي هو المرونه التكتيكيه اللي احنا بنتكلم فيها. كل فرقه ليها كل فرقه هتلاعبها ليها رجالها،
كويس. وكل فرقة هتلعبها ليها تخطيطها وليها طريقة لعبها. يعني أنا ممكن أكون بلاعب فرقة متوسطة المباراة دي، وفرقة جادة من الفئة الأولى في المباراة الثانية، وممكن بعد الأسبوع بيبقى عندي مباراة من آخر فرق في المجموعة في الدوري. فبعمل إيه؟ بشتغل. هل أعمل التدوير أو التجهيز أو اللي هو زي ما الراجل اتكلم في المؤتمر الصحفي قال أنا بجهز اللعيبة، وبيجهز عدد كبير من اللعيبة. يعني أنت دائما أنت مش تقدر تلعب ال 25 لاعب، أنت بتلعب 20 18 17 المفروض. فأنت بتزود عندك القايمة شوية المجيدين والجاهزين. طبعا أنا عايز بس أقف معاك هنا وبرضه أقف مع الكباتن واخد رأيهم. هو بيبقى عنده رؤية لتشكيل أساسي؟ طبعا. هو المفترض أن المدرب بيبقى عنده استراتيجية لعب بطريقة بسيستم كويس وأفرادها وأفراد. هو أنا أسألك سؤال يا كابتن، هو مين اللي بيحط طريقة اللعب؟ هو مين اللي بيحط طريقة اللعب؟ هل اللاعبين ولا المدرب؟ اللاعبين مش المدرب. إمكانيات اللاعبين، قماشة اللاعبين. أنا ممكن يكون عندي قماشة لاعبين كويسة، عندي قماشة لاعبين كويسة أقدر ألعب بأي طريقة ما أنا عاوز ألعبها. ما فاهمني يا كابتن؟ يعني 20 25 مشوار في المباراة. يبقى أنت لازم تجهز بطريقة معينة. في بقى الأخطر من كل اللي إحنا بنتكلم فيه ده بقى يا كابتن. إيه بقى؟ اللي هو إنك أنت بيختلف اللعب معاك في تكتيك عن مباراة ومباراة ومباراة. هل أنت تستغني عن طريقة اللعب وتلعب بطريقة واحدة ولكن تعمل المرونة جوه الملعب؟ هو ده الأقرب للمدربين في الوقت الحالي. لا بس في حاجة فهمني أنا عايز أقول. بس في نقطة هنا مثلا، في بعض المباريات اللي هي مثلا مع فرق أفريقية كبيرة أو فرق أفريقية تقيلة بتلعب بره ملعبك، تمام، مش هتلعب بنفس الطريقة وبنفس الأسلوب اللي هتلعبه مثلا بيه هنا أو تلعب فيه فرق أقل منه في المستوى. موافق. بتلعب كأس العالم الأندية. موافق. الوضع الطبيعي إن أنت في كأس العالم الأندية الدور الأول أو الماتش الأولاني هتعديه. موافق. فداخل بعد كده على فرقة أتقل. موافق. اللي هم أصحاب الأرض اللي هم الوداد. الفكر والاستراتيجية لازم هتتغير. بص يا كابتن، اللي انت بتشوفه في الملعب عشان بس نبقى عارفين، اللي احنا بنشوفه في الملعب مش سيستم لعب ولا طريقة لعب. المسمى اللي انت بتقوله 4 4 2 4 3 3 ده مسمى كويس. انت ما بتلعبش بطريقة واحدة، انت بتقول انا سيستم بتاع 4 3 3 بس، وانا بهاجم بيبقى ممكن ابقى اتنين بيبقوا طايرين من الاربعة، تمام، الباكين او باك رايح وباك داخل لجوه، بتبقى ثلاثة مثلا، بتبقى ثلاثة اثنين، ممكن خمسة. أيوة. انت فاهمني؟ ولما بتيجي تدافع بتدافع بالتسعة لعيبة او العشرة لعيبة، يبقى هنا طريقة اللعبة مش اربعة ثلاثة ثلاثة. ده سيستم. انا بكلمك على ايه؟ افضل شيء في التدريب في الوقت الحالي عند المدربين عشان بيلعبوا بطولات مختلفة. ماشي. بيعملوا كالآتي، بيعمل طريقة بمشتقاتها. لما يجي يلعب الاكبر يقلل في الحته الهجوميه عنده، فعنده لاعبين يزود نص الملعب. كويس. بيزودهم ازاي؟ من جوه الملعب، مش لازم يغير السيستم. يعني وممكن يعمل حاجه جديده اللي عليه، يعني تطوير اللعب من 4 1 4 1 لما يلعب مع فرقه جامده تتغير، ودي اسهل حاجه، بتبقى 4 3 3 3 4 3 ممكن تتغير 3 5 2، انك بتنزل اتنين وبتنزل واحد تحت. كويس. اللي هي اربعة اتنين تلاتة واحد، ممكن تعملها مثلا الاربعة الاتنين والتلاتة والواحد، ممكن تنزل واحد في نص الملعب تبقى اربعة تلاتة تلاتة، طبقا لقوة المنافس اللي قدامك واحتياجاتك من الماتش. ده المرونة التكتيكية. هاي. هنا اللي بيفصل معك ايه في الامر؟ قماشتك في اللعيب. في لعيب يقدر يكمل لك بطريقة بيلعبها في الخمسة كويس، وفي لعيب يلعب في الأربعة كويس. أي. يعني هديك مثال بسيط كده. مثلا عندك أكرم توفيق. أي. أكرم توفيق يلعب في الأربعة. مظبوط. أفضل ما يلعب في التلاتة الفلات، وهو اللي يبقى الطرف اليمين. أي. محمد هاني العكس. محمد هاني يقدر يلعب في التلاتة
ويبقى هو الطرف اليمين المهاجم اللي ما عندوش يعني حته الدفاعيه انه يدافع كتير ينجح فيها اكتر. فهي مرون. عندك علي معلول مثلا، علي معلول يقدر يلعب في التاني افضل، ولكن علي عشان خبراته العاليه ممكن يلعب في الاثنين كويس يا كابتن ايمن. مظبوط. فهي فانا اللي عاوز اقوله لك ايه، انك طول الوقت المدرب اللي هو ذكي وبيقدر، هو مدرب احماله، مدرب احماله في الاستشفاء بتاعته. يعني انت ممكن تلعب ماتشات كتير والاستشفاء بتاعتك مش حلوه ومش صح، ممكن يحصل لك اجهادات كتير. ايوه. العلاج والجهاز الطبي كويس من الناس اللي هم زي احمد ابو عبله في النادي الاهلي، راجل ناجح وشغال كويس. أيوه. يعني بيستحمل حاجات كتير وشغال بصوره كويسه. أيوه. لو هو مش شغال بصوره كويسه ما يرجعلكش لعيبه بسرعه. أيوه. الناس التانيه بتوع اللي هم الاعداد البدني لما بيخلص احمد ابو عبله وبعدين يخش اللي هو بتاع العلاج الطبيعي وبعدين ده جيش شغال لازم نحييه. طيب الاعداد النفسي، الاعداد النفسي ده بيعمله المدرب في مصر، مدير الفني، بيعمله المدير الفني او الجهاز المعاون او مدير الكوره. ممكن سيد يقوم بيه، ممكن سامي قمصان يقوم بيه، ولكن انت عشان الشخصيه المصريه ممكن سيد وسامي قمصان هم اكتر اتنين يشتغلوا بيه. هم لانه في اختلاف في الثقافات ما بين السويسري والمصري، فانت ممكن يتكلم كمدرب فقط مع اللاعبين المدرب، ولكن عادل القريب اللعيبه دي واخده كام بطوله افريقيا واخده كام بطوله واخده، اللي هم نفس اللعيبه دي بتاعتنا واخدين بتاع 8 بطولات، انت فهمتني قصدي ايه؟ هم نفس اللعيبه دي، هم مكسرين الدنيا في كاس العالم الانديه اللي فات بسكواد كنا 14 لعيبه. اول ماتش يا كابتن بقول لك ايه، احنا اللعيبه دي الحاله النفسيه وبتاع دول عندهم من الخبرات ان بكلمه واحده، لا بس يا كابتن شريف عادل، بكلمه واحده من شكل معين يبقى عندهم التطوير وعندهم تحديث نفسهم. انت قلت كلمه في اول استوديو 10 10، اللاعب لازم ياخد باله من نفسه جوه وبره، لازم يواكب نفسه لان عنده كل حاجه. هو انت لو هتقيم لي اي لعيب كده هنقول ما عندوش؟ لا، لو اتكلمنا عن لعيبه النادي الاهلي افضل، اتكلمت في حاله حلوه قوي، الراجل بتاع البدني ابني بيحط لي برنامج صح، وانا فرقتي بيبقى الجهاز الفني اللي بيقدر العمليه اللي هي التعديل والتدوير وكده ليواكب بقيه الماتشات اللي جايه كلها. وفي نقطه مهمه جدا يجب ان احنا نراعيها الفتره القادمه، اللي هي ايه؟ انه مش كل ماتش هبسطك قوي. طبعًا. يعني كجمهور ده طبيعي، لازم يكون في تباين في الاداء اكيد. خلي بالك من النقطه دي علشان الناس، بس هتكلم عنه. عشان الناس ما تقلقش. ناس خليها ما تقلقش، احنا غير الانديه الاخرى. ممكن نكون ننفعل نزعل لان احنا واخدين على ان احنا نبقى الطب على طول في طول الوقت. احنا الكبار، احنا الكذا، احنا الكذا. الايام اللي جايه، الايام اللي جايه لازم الناس تعرف ان احنا في موقف لا نحسد عليه. انت النادي الاهلي بيلعب بطوله افريقيا لازم تاخدها، كاس العالم للانديه لازم تاخده. انت مش انت دلوقتي تقول لك انت لو خدت التالت ده عادي بالنسبه لك، فاهم؟ الناس بتقول كده. الدوري العام لازم تاخده، واخده 43 مره ولا 42 مره؟ 42 ان شاء الله، دي 43 واخده ال 42 مره. انت مش راضي، عاوز تاخده اكتر وتاخده اكتر. وللكاس انت يعني انت في كل البطولات اللي معموله في مصر انت ضعف اللي وراك او ثلاث ارباع اللي وراك في كل حاجه. ايوه. فانت مكتسح الموضوع وماشي كويس قوي، ولكن في الاخر احنا بنرضى بايه؟ لا بس في نقطه برضو انا عايز اتكلم فيها بما انك انت اتكلمت في النقطه دي. لحظه بس، عشان في ناس بتعمل ايه، طبعا مش الاهلاويه ولكن الناس الثانيه. كنت هاجي لك على دي يا كابتن، والله كنت هتيجي عليها. انا يعني فضل. كنت هتكلم ماشي. فيها فضل. لان انا قلت لك قبل كده، قلت لك انا لما الاقيك قوي اسحبك بره الملعب، اسحبك بره مجالك. ايوه. لما الاقيك قوي عليا، ايوه، والاقيك انت الافضل اسحبك بره مكانك. بمعنى عايز اقول لك حاجه، هل يعقل انت رحت كاس العالم للانديه بلوجيك كده ان في حد يتكلم على انه انك مالكش حق انك تروح؟ لا لا، ما انا بقول لك ده متآمر وجاهد كمان وعظيم. لا مش عايز اقول الكلمه دي. طيب والمهم بس ايه الامر في الاخر اللي انا مبسوط منه يعني وبحذر الناس والجمهور ان الايام اللي جايه النادي الاهلي هيخوض منافسات كتيره وشرسه وقويه. صح. والحاجه الثانيه النادي الاهلي طول الوقت بيقول لك
انه ولسه التصريح طالع اول امبارح اللي انت اتكلمت فيه اللي هو هيبقى في مشكله في الدوري. ايوه يعني هتضغط لك ماتشات يا نادي اهلي. فالناس انا يعني النهارده انا سعدت بالثلاث نقاط طبعا علشان ال 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 ممكن نكون تبقى كويس ان الماتش اللي جاي، لكن ممكن ما تاخدش الثلاث نقاط الا هيحصل. لا الثلاث نقاط احنا مبسوطين بيهم جدا، كسبناهم. الراجل لازم يراعي في اخطاء لازم يصلحها، وكل مدرب في الدنيا بيبقى عنده اخطاء. ولكن اعيد وكر الروح بتاعه النادي الاهلي انا عايزها من اللعيبه بس، ما حدش يقدر يقف قدام النادي الاهلي. اه صح. طيب كابتن شريف، يمكن الكابتن عادل اتكلم عن نقطه مهمه جدا، الجزء اللي هو بيقول فيه ان انا في الفتره دي بخوض في اكتر من معترض، محلي افريقي عالمي كاس العالم للانديه، فوضع طبيعي انك انت هتلاقي تباين او اختلاف في المستوى، ممكن في الماتش نفسه، ممكن من ماتش لماتش، ممكن من شوط لشوط. ولكن الاهم، عشان في ناس دايما تقول لي هو في حاجه اسمها انت كل مره تقول ان الاهم الثلاث نقاط، الاهم الثلاث نقاط. اه في اوقات معينه انا كل اللي يهمني ثلاث نقاط، التاريخ مش هيذكر بعد كده. انا طبعا كنادي اهلي بدور على حاجتين، اداء ونتيجه، لكن في اوقات معينه لا، الاهم بالنسبه لي الثلاث نقاط. التاريخ مش هيذكر بعد كده ان النادي الاهلي كان امتى وحش وكان امتى كويس لما خد البطوله. محدش هيفتكر ان فرنسا خسرت كاس العالم ورجعت للماتش ومش عارف ايه، خسرت كاس العالم بالظبط، كانوا الاحسن في البطوله او الاوحش او المكسب دايما هو اللي بيخليك ماشي في الطريق السليم وماشي في الطريق الثابت، وهو ده الصح. يعني كل حاجه عندك مظبوطه، كل حاجه عندك ماشيه تمام كويس. انت احنا ايه اللي بيخلينا ساعات نقول ايه ازاي احنا ما كسبناش، ازاي ما جبناش الجون الثاني، واحنا نفضل نقول ايه كان لازم يشرك ويعمل لان انت ادائك كويس، لان انت بتروح على الجون 6 7 8 مرات وعندك وانفرادات وبدأ والفريق الثاني مش موجود، علاء يطلع يقول لك الاهلي الحقيقه لازم يكسب. انت اللي متحكم في زمام الامور كلها، ما تقوليش هيجي النادي الاهلي يجي على 10 دقايق في الشوط الثاني الباص مقطوع اجهاد عن طريق اي سبب، فهمتني؟ كل الفرق في العالم كده، لعيب اتخبط في الملعب ومش قادر يمشي، اتخبط في رجله مش قادر يكمل السرعه بتاعته. ايوه ما هو ده اصابه. أيوه. لازم اغيره وبينزل مكانه لعيب ثاني. أيوه. بيعمل ريفريشمنت للملعب كله. صحيح. الفرق الكبيره دايما لا ترحم، جمهورها لا يرحم ولا ترحم، ما بتترحمش. مزبوط. الفرق الكبيره لا ترحم، لكن احنا في الاخر برضو ورا فرقتنا لحد الاخر. ده احنا مش ورا فرقتنا طبعا، احنا فخورين بفرقتنا بالظبط. احنا كل اللعيبه بتاعتنا دي لسه قايل عادل انا محقق لنا كام بطوله. مزبوط. انا قلت لك مره من المرات في سنتين الجول بتاع قفشه اللي هو القضيه قلت يا جماعه بس انا كده الحمد لله كده خدت الدوري وخدت الكاس وخدت كاس افريقيا وخدت الدنيا كلها، فاهم قصدي ايه؟ بشكل ما احلمش بيه. ففي لعيبه معينه موجوده وكل الدنيا موجوده على تحقيق حاجه واحده بس، اسعاد جماهيرها. ان اسمك كبير قوي صحيح. إيه انا ايه اللي بيخليني محروق وانا بتعادل لاخر ثانيه وبكسب او بتعادل ماتش او ايه اللي مفيش حد يقف معاك ابدا في وسط الفرق دي ازاي؟ صح. انت فهمتني قصدي انا ايه؟ ده اللي بيضايقني انا، ازاي؟ ازاي احنا بالاداء اللي بشوفه ده وبالروح، كان في روح متغيره كمان موجوده، ساعات واجب بقى انت لما تجيب جول لازم تعزز. ايوه هي دي الحته اللي احنا بنزق فيها. ايوه اللي هي ايه؟ راحه اللعيبه وراحه الفريق كله. صحيح. مش راحتنا احنا بس. صحيح. ده هي راحتهم هم، لانهم عليهم ضغوط كبيره جدا. الضغوط الكبيره جدا دي على اللعيبه وعلى الاداره وعلى البتاع دي كلها بتتحل بايه يا ايمن؟ بتخلص كلها ب 2-0 ب 3-0 ب 3-1 فهمتني ازاي؟ بتخلص بالمكسب دايما، فالمكسب يجي بقى في الدقيقه 96 في الدقيقه 94 زي ما بس في حاله واحده بس في الفير بلاي. صح. ما لعبش انا شوط 20 دقيقه ويجي يقول لي 6 دقائق. احنا تقريبا ما لعبناش شوطين. احنا بقى يا عم نرجع نمسك الستوب ووتش طيب يبقى الفار بقى ولا الحكم الرابع يمسك لنا التايمر. طيب. لو اخترنا رجل مباراه اليوم انا دايما علي معلول بالنسبه لي
وحدي محمد شريف بقى الجول اللي جاب بالنسبه لي يعني هتدي انا انا هدي محمد شريف النهارده محمد شريف ثلاث نقاط عاوزاه طيب. جدا كابتن علاء رجل مباراه اليوم محمد شريف محمد شريف كابتن اسامه انت هتدي محمد شريف لا جمهور النادي الاهلي اللي فضل يشجع لغايه الثانيه الاخيره طيب. وعنده صراحة. ثقه طيب. في المكسب لكن ده بره الملعب لو في الملعب علي معلول علي معلول اكتر واحد عنده اتقان في الباص عمل الجول تبريرات يعني لا ماشي لا بس انا بقول ليه ممكن ما يكونش في احسن حالاته يعني. بس بس في مجمل الماتش هو احسن هو على طول كويس خلاص كابتن انا مع كابتن اسامه اولا الجمهور وتاني حاجه انا مع محمد شريف عشان ياخد ثقه يعني مين اللي احسن محمد شريف طيب انا برضو شايف ان علي معلول ادى اداء جيد جدا النهارده ولكن استعاده الثقه بتبقى مهمه جدا 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 لمهاجم مهاجم عارف قدرات نفسه ولكن بيجي له وقت من الاوقات الثقه عايزه ترجع لنفسه تاني فاعتقد هدف النهارده ان شاء الله تكون بدايه وعوده مره اخرى للتهديف لمحمد شريف يبقى محمد شريف من وجهه نظرنا هو رجل مباراه اليوم فاصل ونيجي بعد الفاصل مره اخرى ونستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس الحديث عن الحياه التحكيميه انتظرونا مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين ومرحب بخبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس كابتن ناصر اهلا وسهلا بيك مشرف تحياتي ليك يا كابتن ايمن وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي تحياتي لنجومك الكبار كابتن شريف عبد المنعم كابتن علاء مهوب وكابتن اسامه عرابي والكابتن عادل عبد الرحمن اهلا كابتن تحياتي ليكم ومبروك للنادي الاهلي مبروك على الفوز وعلى الثلاث نقاط وهارد لك لنادي فاركو وزي ما كابتن ايمن قال الهدف دوت هدف غالي دفعه قويه جدا جدا في المباراه القادمه. كابتن ايمن يمكن كابتن شريف كان معايا دايما واحنا بنتفرج وبنتكلم في حاجه مهمه جدا جدا. وهنا احنا من خلال قناه النادي الاهلي كابتن علاء مش بنيجي نحلل الحالات التحكيميه ولكن احنا بننقد نقد بناء بنوصل رسائل لكل من هو مسؤول عن تحكيم كابتن اسامه خاصه النهارده احنا طالعين من كاس العالم. اللي المفترض احنا كلاعبين وكمدربين نستفيد اجهزه فنيه وكحكام نستفيد من مزبوط. الدروس المستفاده من كاس العالم كابتن وكانت اهم شيء يا كابتن شريف زي ما حضرتك قلت الوقت بدل الضائع صح وانا هنا بوجه رساله لكلاتنبرج الخبير الاجنبي اللي كان قاعد موجود في كاس العالم بيحلل في الفتره دي كلها تقريبا اكتر من شهر انت شفت حضرتك ازاي بيتعاملوا مع الوقت بدل الضايع يا كلاتنبرج كنت اتمنى يا كابتن شريف يطبق رجعت يا ريت تطبق خاصه ان احنا مش بنتكلم في تعديل قانون يا كابتن ايمن صح تاني ده مش تعديل في القانون ولكن القانون نص على انك انت كحكم تحسب الوقت الضايع خاصه في استبدالات لاعبين اصابات لاعبين تسجيل اهداف اضاعه الوقت للاصابه كابتن احنا اتضحك علينا الشوط الثاني كابتن والله انا بتكلم النهارده انا رساله لحكم الميدان طارق يا مجدي اللي بقالك تقريبا من 24/8 حتى الان ما لعبتش مباراه للنادي الاهلي كان اخر مباراه ليك كانت الاهلي وانبي في الجوله 32 يا طارق تراجع بعد فتره غياب على الاقل على الاقل طارق لابد انك انت تعبر عن نفسك احنا بنتكلم في الوقت طارق انت احيانا كنت بتساهم في اضاعه الوقت صح يعني انا لما اروح احذر لعيبه في ال 18 يا كابتن واخد دقيقه تحذير طب ما لازم احطها في اعتبار ده اسمها اضاعه وقت انا هرجع لكابتن بيرج تاني مستر كابتن بيرج حضرتك رجعت بعد كاس العالم انا الحقيقه طبعا للاسف مش شايف فيه تطوير يا كابتن شريف مش شايف فيه تطوير حتى ولو حتى في عنصر الوقت بدل الضائع الشوط الاولاني لو انت هترجع الماتش يا كابتن علاء لا بجد مش اقل من 7 دقائق صح. وقت بدل الضائع الشوط الاولاني انا اتفوجئت 3 دقائق وده حرام مش للنادي الاهلي بنتكلم الوقت ضايع ده حق للفريقين يا كابتن اسامه لهنا ولهنا الشوط الثاني بقى تعال نتفرج في 6 دقائق ضاع منهم 6 دقائق صح ما تلعبش منهم حاجه ومع ذلك يعني النادي الاهلي سجل هدف في الدقيقه 96 هدف صحيح 100% ولكن من هنا بنقول يا جماعه خلي بالكم حقوق اللعيبه لابد ان هي تؤخذ عن طريق القانون وليس غير القانون. اتمنى يا كلاتنبرج الجوله اللي فاتت ما شفناش التحليل بتاعك طلع. الجوله اللي فاتت هناك ركله جزاء لعلي معلول ما فيش فيها كلام. اتمنى فين التحليل؟ فين تحليل الجوله 7؟
عايز اشوف راي حضرتك ايه في ركله جزاء علي معلول التي لم تحتسب، وفي اخطاء اخرى وفي ماتشات اخرى لم يعني حتى الان هذه اللحظه كابتن شريف ما شفناش تحليل الفيديو بتاع كلاتنبرج. تطوير يا جماعه، محتاجين التطوير اللي جاي صعب بالنسبه لطاقم التحكيم. هنروح لطاقم التحكيم طارق مجدي وعوده بعد غياب زي ما قلت من يوم 24/8 ما قدرش مباراه للنادي الاهلي، النهارده بيعود معانا احمد حسام طه الحكم الدولي المتميز، وعماد العقاد مساعد رقم 2، وهشام القاضي الحكم الصاعد من اسيوط من الصعيد، حكم صاعد واعد. الفار كان عندنا الحكم حكام الفار مصطفى مدحت حكم شاب وصاعد، وكان محمد عزازي. خلينا نروح للحالات التحكيميه كابتن علاء ونشوف يمكن دي اول حاله. هنا الحكم لم يتواجد في الحدث، كابتن احمد حسام هنا الشد واضح، دي شد يعني شد، ده شد ومسكه كل حاجه، هنا قفشه بيتشد واضحه جدا جدا، ودي في بدايه المباراه كابتن علاء، تركيز محتاجه تركيز، دي مش محتاجه تركيز، الشد واضح والمخالفه واضحه ولكن القرار مش موجود ولا من الحكم المساعد ولا من حكم المباراه، دي اول حاله. الحاله الثانيه هنا في تميز من احمد حسام طه، هنا ربط ولا اروع، لحظه التمرير من علي معلول، هنا ابقى قادر سند وحط هدف صحيح 100%، وهنا نشوف في حاله سهله ولكن هنا تمركز الحكم المساعد هنا كمان كان رائع في هذه الحاله كابتن علاء، وهدف صحيح لاحمد عبد القادر من باص من على علي معلول. الحاله بعد كده هنا طارق، لابد انك انت تتحرك شويه طارق، ونشوف هنا الحاله اللي جايه، ونشوف هنا الكره دي مهمه جدا جدا جدا، وهنا احمد حسام طه سمح وعمل الديليه وبعدين تمام الهدف جه من برونو، وبعدين لقينا الرايه طالعه والتسلل، ونشوف هنا الخطوط، وهنا كابتن يعني هتكلمنا على الخطوط انا مش مقتنع تاني والله، ولا انا والله، انما هقول حاجه يعني انا مش مقتنع بالخطوط شريف. يعني حضرتك بنتكلم في الكعب، بص كعب رجل للراجل المدافع بالظبط تمام، بنعين المجرده والكتف صح من اللاعب المهاجم، حاله خطوطها انا مش مبسوط منها، ولكن عزائي الوحيده كابتن عادل انا همشي مع الحكم المساعد اللي هو كان تمركزه سليم، ولكن بهذا الشكل يا جماعه انا يعني انا بالشكل اللي انت جايبه ده انا مش هدف صحيح 100 مش شايف ان هنا في حد سابق طبعا، والاصعب الظروف يعني انا بشوف النهارده اصعب الظروف الاثنين يا كابتن علاء على خط واحد مظبوط على خط واحد يا جماعه، لابد ان احنا نبحث عن التقنيه الجديده لابد ان احنا نبحث عنها ندفع يا كابتن، مفيش مشكله عشان خاطر الدوري المصري محتاج هذه الالعاب يبقى فيها لقطات واضحه خاصة في الفار. اللي بعد كده طارق مجدي ما زال هنا على طول بيدي تحت الفرصة وبيرجع تاني يحتسب المخالفة طبقا للقانون، وهنا الدخول بتهور قرار صحيح من طارق، احتساب المخالفة والرجوع ليها وإشهار البطاقة الصفراء للاعب، هنا نشوف الطريق الدخول هنا كابتن، هنا المخالفة بتهور واضحة جدا جدا والإنذار إنذار مستحق نتيجة التهور. الحالة بعد كده نشوف هنا الحالة دي حالة مهمة جدا، ونشوف هنا كابتن هنا القانون بيقول يا كابتن عادل كابتن علاء كابتن شريف كابتن أسامة، هنا بيقول لك محاولة لعب الكرة أو تسجيل الهدف باليد سواء المحاولة نجحت أو لم تنجح، شوف هنا هل هناك لمسة يد هنا من لاعب النادي الأهلي، الكرة بتتعمل عرضية هنا وكريم فؤاد بيحاول إن هو يلعب بدماغه ولكن هنا لا شعوري بتطلع ايديه بتلمس الكوره. البعض هيقول لك دي ما جاتش في الجون يعني هو ما كانش قصده، لكن هنا بنقول هنا في محاوله. هنا محاوله سواء نجحت الكوره او لم تنجح، هنا البطاقه هنا وجوبيه وبالتالي هنا الانذار مستحق للعب الكوره باليد. الحاله اللي بعد كده هنا كان نفسي التصوير، ودي من ضمن الحاجات يا كابتن اللي احنا بنتكلم فيها. مهم جدا. تعال نشوف اكتر من زاويه، قعدنا نفتش يا كابتن شريف ونشوف هنا الصوره مش موضحه، هي جايه من الخلف ولكن هنا الصوره مش موضحه، وان كان هنا يعني هنتكلم فيه الصوره مش موضحه، هنا خدوا في الرجل الثانيه ولا هل في تلامس باينه هنا خالص، هل مفيش تلامس
يعني التحضر. هل برونو قفز قبل ما اللاعب يوصل؟ كابتن علاء انت معايا؟ معاك طبعا. واحنا بنقول هنا في تلامس، انا بقول اهو لو في تلامس يا كابتن ايمن ركله الجزاء، ركله الجزاء طبعا. لو مفيش تلامس يستمر اللعب. صحيح، سامة شطحة. وبالتالي هنا بنشوف بنشوف هنا يا كابتن ناصر. نعم صعبة حضرتك تحكم عليها، ان صعبة جدا جدا، ولكن احنا بنقول برضك دي لقطة للتصوير. لو هناك زاوية واضحة وتصوير واضح كنا نقدر نحكم على هذه الحالة، الحالة الصعبة جدا جدا اللي الحكم خد فيها قرار باسم اللاعب، والفار هنا اكد على القرار. نشوف هنا، نشوف هنا الدخول، هي طبعا دخول صعب قوي قوي، قريب قوي الحالة يا كابتن ناصر، ولكن نعم كان قريب قوي الحالة، وهو ما هو قريب ده مشكلة. بالظبط، خلي بالك قربك للحدث صعب. يعني بص هو فين يا كابتن ناصر؟ بص هو شايف الحالة قدامه. لا قريب، لا قريب قريب، لا قريب كويس تفاصيلها قدامه. لا قريب يعني. قريب تفاصيلها. ايوه انا بس هنا على التفاصيل دي. برافو. الصغيره بقى هنا البوينت، النقطه في تلامس ولا مفيش؟ ده الكلام، ده الكلام بيعتمدوا على الفار. الوحيد اللي يقول الفار، ايوه الوحيد اللي هنا يقول ان هنا في تلامس، ولكن هنا بقول برضك انا التصوير ما خدمش في هذه الحاله، في ان كان في هناك ركله جزاء من عدمها، ودي حاله من الحالات اللي احنا بنقول لابد ان يكون التصوير فيها افضل في المره اللي جايه. تهور اللي بعد كده هنا بنشوف طبعا هنا الانذار واضح، خلاص حفظنا راجل رايح، وتعطيل هجوم واعد، والبطاقه صحيحه ومظبوطه من طارق، تعطيل الهجوم واعد للاعب النادي الاهلي ياسر، الانذار صحيح لياسر. الحاله اللي بعد كده، الحاله الاهم والحاله الجميله جدا جدا، وفيها يعني تحس كده ان فيها اللعبه دي يا كابتن شريف، تحس فيها كذا لقطه، وفي الاخر خالص بتيجي هدف. وهنا نشوف هنا هنحلل اللعبه دي مرتين يا كابتن ايمن، بس نجيب بس الزاويه اللي هي ايوه تمام، الله ينور عليك. نشوف هنمشي بقى واحده واحده، لحظه اللمس هنا من لاعب النادي الاهلي هنا بس أيوة. ساعه ما يجي يلمس هنمشي شويه، هنمشي تاني هنا تمام، الموقف هنا تمام سليم مظبوط تمام. اللي جاي بقى بص استوب كله سليم برضه، هنا كل سليم يا كابتن. صح، مفيش حاجه، سليم ومضغط، اخر لاعب سليم ومضغط على الستة، هنا الكل سليم ومضغط، وانا هنا بسال الفار الراجل كمان اللي هو راجع، ما هو ده هو اللي مضغط بالظبط كده، ما بقول لك سليم ومضغط. هنا بقى هنا ستوب، هنا كابتن هنا انا بحسب التسلل من مين؟ مين هنا اخر ثاني مدافع بالنسبه لي يا كابتن؟ هنا برونو سافي، الكره 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 تمام، الكره سابقه اصلا يا اسامه، الكره سابقه ما انا برونو سابي سابي، ما انا بقول لك برونو سافي سابي كابتن. هنا الكره سابقه الكل، الكره اللي سابقه الكل، الكره برونو لما ترجع لشريف ما بقاش يتسلل الوضع طبيعي. اذا شريف حتى كمان بص يا كابتن، حتى شريف لو متقدم كمان نص خطوه لو لوحده كمان، الكره هي اللي سابقه الخلف. انت معاك يا كابتن شريف؟ عشان بس البعض بس يقول لك ايه، اصل شريف سابق المدافع كابتن، ما احنا بنتكلم بقى عشان نوضح يا كابتن شريف للناس. اصل البعض يقول لك ايه، صح صح، شريف كان سابق، حتى لو مفيش مدافع يا كابتن سابق، مظبوط يا كابتن مظبوط، حتى لو مفيش مدافع ده عمل لك خط لشريف وكره جايه من ورا. نقدر نقول ايه، هو هنا جاب الكره هي التي بناخد عليها، وبالتالي هنا هدف هدف سليم لمحمد شريف، ربنا ينصرنا. قبل ما تختم يا كابتن بعد اذن حضرتك انا عايز اسال سؤال بس. انت وانت حكم في الملعب لما بتيجي تحسب الوقت المحتسب بدل الضايع عن كل شوط، في حد بيساعدك في القرار ده؟ الحكم الرابع. اولا لو انا في الاول كان الحكم المساعد معايا، كويس، الحكم الرابع معايا، معاك ليه يا كابتن؟ انت كحكم بتبقى مشغول بالاحداث، ده اللي انا قصدي. انا بقول لهم من فضلكم يا جماعه، انتوا الوقت مثلا المساعد رقم واحد او الرابع، خلي بالكم الوقت، خدوا النهارده يا كابتن القانون النهارده قال الكلام ده، مش الحكم المساعد بس، ده حكم الفار وحكم الرابع، من فضلكم الوقت لابد ان هو يتحسب بدقه بدقه. تاني بقول للكلاتنبرج هناك وقت، لا كده مش هننفع نلعب، لا لا كده كتير قوي 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 وقت بيضيع، ولكن صحيح. نتمنى التطوير بقى، نشوفه بقى، احنا كنا بقى لنا فتره يعني محتاجين التطوير يا كابتن شريف. توفيق طبعا للنادي الاهلي، وبالتوفيق للتحكيم المصري في الفتره القادمه ان شاء الله. كابتن شكرا جزيلا، كابتن ناصر امتعتنا، شكرك. وانتهى الفقرة التحكيمية أعزائي المشاهدين، براسل نهاية الاستوديو التحليلي لمباراة الأهلي وفاركو في الجولة الثامنة مباراة الدوري العام المصري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بفوز النادي الأهلي 2-1 والمحافظة على تصدره للقمة. ألف مبروك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة، وبالتوفيق المباراة القادمة الصعبة إن شاء الله. بشكر نجومنا الكبار اللي شرفوني النهاردة، كابتن شريف عبد المنعم، شكرا يا كابتن شرفتني.
بشكرك كابتن وفوز غالي النهارده الحمد لله ومباراه كبيره الحمد لله مبروك والعقبال اللي جاي باذن الله رب. كابتن اسامه عرابي شكرا يا كابتن شرفت شكرا ليك ومبروك الثلاث نقط ثلاث نقط غاليين جدا ان شاء الله يبقوا مؤثرين في الحصول على الدوري العام باذن الله رب. كابتن علاء مهيوب شكرا يا كابتن شرفت شكرك يا مبروك لجماهير النادي الاهلي وجمهور ولاعيبه النادي الاهلي ومجلس ادارته ولازم نعرف ان كل مباراه صعبه عشان كده بتمنى يا رب ان شاء الله نخلص مباريات بدري شويه باذن الله رب. كابتن علاء رحمن شكرا كابتن شرف اشكر لعيبه النادي الاهلي في اخر دقيقتين دول اللي اشتغلوا فيها ودي عادتنا والثلاث نقاط المهمين جدا وعايز اقول انه نستحمل شويه في اللي قادم لان القادم هيبقى فيه مباريات صعبه ومضغوطه كتير قوي ان شاء الله موفقين فيها باذن الله ان شاء الله شكرا لكم ايضا اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه وعلى امل ان نلتقي بكم مره اخرى واستوديو تحليلي اخر لكم مني اطيب المنى ورقه حياه